بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك الكتابة. ومن حلم إلى حلم، ومن تحدي إلى تحدي، نخرج من الحلم، حلم النادي الأهلي، إلى الحلم الأعم والأشمل والتحدي الأكبر، حلم الوصول إلى المونديال. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك وأعزائي المشاهدين، وهذا الموعد المتجدد معكم دائما في برنامجكم ملك وكتابة. هي بالفعل لحظات رصد التحديات الكبيرة. الأهلي ما زالت الكرة في ملعبه، كل ما حدث في الملعب الأولمبي في سوسة إلقاء للكرة في ملعب الأهلي، وتأجيل الحسم إن شاء الله تعالى إلى 22 أكتوبر في استاد الجيش ببرج العرب. لكن إذا كانت الجماهير المصرية هتترقب تأجيل هذه المواجهة فيقاطعها بشكل مباشر وسريع وحاسم حلم المونديال الكبير، مباراة المنتخب إن شاء الله في برج العرب برضو. أستأذنك الأول قول مضمون الحلقة عشان أستأذنك قبل الاسترسال في الأحلام نخش في الشائعات. ما بين الواقع والحلم هناك عنوانان، وما زالت المنحة في رحم المحنة. شد حيلك يا بلد، حلم المونديال بيتولد. دول العنوانين، لكن ما بين العنوانين للمهندس رأيين بقى. هم يعني رأيين أو ثلاثة. آه. إحنا الأسبوع اللي فات ناقشنا شائعة. آه. والشائعة بتقول أنه قد صدرت تعليمات لقناة الأهلي بعدم ذكر اسم كلا من الكابتن حسن حمدي أو الخطيب في كل برامج القناة، وقلنا أن هذا أمر لا يمكن تصديقه، ولم يأتي إلينا أي تعليمات بهذا الشأن، وأن الأمر لا يعدو كونه شائعة إلى أن يصلنا شيء، ولن في الأرجح يصل شيء لأنه مش منطقي. وقلنا عدم منطقيته، قالنا كل المسؤولين في النادي الأهلي السابقون والحاليون واللاحقون يدركون أن الإعلام هو ملك الكيان وليس ملك الأشخاص، وأنه نفس المسؤولين عن الشأن الأهلاوي الآن ودولة الأهلي الآن وفي من هم في سدة حكم الأهلي كلهم ظهروا كضيوف مرشحين محتملين لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، يبان وجود المجلس السابق بقيادة كابتن حسن حمدي وخصصت لهم البرامج واحد واحد. إذن هم يدركون أن هو ده الإعلام، والإعلام الذي يحترم ذاته بالذات إعلام الأهلي بيقف على مسافة واحدة من الجميع، لا يفرق بين أبنائه. أبناء الإعلام الأهلاوي هم من يخوضون انتخابات في مواجهات، والتوفيق يصيب البعض ولا يصيب البعض الآخر، ولا ينحاز لفئة على فئة، وليس من منظور المصالح يتحرك الناس اللي بتحترم ذاتها. وحتى الآن ما زال هذه الشائعة في إطار الشائعة، ما فيش شيء ليه على أرض الواقع، وده اللي أنا كنت حاسه. الشائعة الأخرى واللي ابتدى الناس تتكلم فيها كتير قوي، هو ليه النادي الأهلي عايز يعمل انتخاباته في وسط الأسبوع وحدده يوم ثلاث على يوم واحد وفي وسط الأسبوع، وإن ده بيخل بتكافؤ الفرص اللي أو حتى بتناقض المبادئ. طب منين انت كنت بتعمل اللائحه الاسترشاديه يوم جمعه ويوم سبت، وبعدين وفي مقرين، وبعدين عايز تعمل الانتخابات اللي بيجي فيها اعداد اكبر بكتير عايز تعملها على يوم في وسط الاسبوع. هذه ايضا شائعه بعيده عن التصديق. حتى الان لم يصرح احد في النادي الاهلي بموعد الانتخابات ولا طريقه الانتخابات ولا الشروط اللي هتجرى عليها الانتخابات. في قضايا مرفوعه يتوقع المسؤولون أن يحكم فيها قبل إعلان الانتخابات، ومن ثم هتبقى إذا كسبوها احتمال تبقى على اللائحة اللي حطتها النادي الأهلي، إذا لم يحكم فيها هتبقى على اللائحة الاسترشادية مع الاستمرار في الإجراءات. ها هذه هي التصريحات الرسمية من داخل النادي الأهلي على لسان رئيس النادي. طب والأمر هكذا، جبتوا منين بقى أنه استقر على يوم الثلاث؟ أستبعد أن هذا الأمر يكون في خلد أحد، وإذا كان حد بيسربك وبالونات اختبار فبقوله هذه بالونات فرقعت قبل ما تطلقها، يعني انفجرت، لا يمكن عاقل أن يقبل بهذا. ما حصلتش
قبل كده وبعدين اللي هو في وقت ايام عمل يعني اوقات وبعدين ايه المصوغ، واذا حصلت بقى قد تكون حافز استثنائي لعكس ما اللي بيخطط. لان الحقيقه اذا كان هو ما زال الشيطان يعز، يعني اذا كان ليها ظلم الحقيقه، هو ما زال الشيطان يعز، هو ما زال الشيطان او العفريت اللي مش عارفين نصرفه موجود، عشان كل شيء يطلع لنا بافكار غريبه كده تدخلنا في دوامه الجدل والانقسام. لا اتصور ان هذا الامر حقيقي، وارجوكم توقفوا عن يعني الشائعات الى ان يصدر شيء من النادي الاهلي يبتدي نناقشه. انا لا اتصور ان هذا الامر بالمنطق كده يصدر عن المسؤولين في النادي الاهلي. النقطه الثالثه وهو امبارح مركز التسويه القانوني في اللجنه الاولمبيه او ما اصطلح عليه ان هو المحكمه الرياضيه يعني، عرض عليها الطعن بتاع النادي واجلت نظر اليوم الاربع للاطلاع وتاديب المستندات. اليوم الاربع بناء على طلب النادي الاهلي قال في مستندات عايزين نقدمها. دعونا ننتظر ونرى. ليه على طول بنقيم الامور وبنحسبها بطريقه تثير الجدل وتثير الخلاف ايضا، ونقعد نتكلم في حاجه يعني كل الناس بتقول لا صوت يعلو على مصالح الاهلي ومغريات الاهلي واجله كلام في الانتخابات. صحيح. ولكن ارض الواقع ما فيش حاجه غير الحديث عن الانتخابات. الكل يستنكر الامر والكل يهرو اليه. فعايزين الكلام ده، لان الحقيقه برضه هناك امر لولا ان انا سمعته بنفسي كان ممكن اعتبره شائعه. معالي الوزير السابق كابتن طاهر ابو زيد في تصريح في بعض وسائل الاعلام بيقول هو لماذا تريد الدوله ان تصادر على حق الاهلي في وضع لوائحه؟ فلتترك الاهلي حريه وضع اللوائح للنادي الاهلي، فلتترك الدوله النادي الاهلي. وطبعا اسهب في الحديث عن قيمه النادي الاهلي وحجم جماهيريته وحجم تاثيره في المجتمع واهميته، وان كان لا ينبغي ان الدوله تفرض شيء على النادي الاهلي، وليه ما وافقتلوش انه يعمل لائحته التنفيذيه طبقا لمعاييره هو، ولماذا تتدخل الدوله، وابدا الكثير من النصائح اللي انا يعني اؤيده فيها، كنت يعني اؤيده فيها جدا لولا ان انا اشوف كلامك اصدقك، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب، او ان كنت نسيت اللي جرى هاتوا الدفاتر، مش عارف اقولها ازاي. لان نفس الكلام وهو وزير يتولى اصدار قرارات حرم النادي الاهلي بعد ان حصل الاهلي على موافقه الجهه الاداريه انه يعقد جمعيته العموميه عشان يعمل اللائحه التنفيذيه بتاعته النظام الاساسي بتاعه، وعاقب المسؤوله في مديريه الشباب انها بعتت الجواب وقال ان دي سلطه الوزاره مش سلطه المديريات، ومنع هذا الكلام وحرم الاهلي انه يعمل نظامه الاساسي اللي ربما يتطابق كثيرا مما وضع في لائحه الاهلي الان مع بعض التفصيلات الاخرى، خاصه في مجال التسويق في خلاف هنبقى نعرضه بعدين، لكن في مجال الثمان سنين موجوده، في مجال حاجات كتير موجوده. طيب وفي نفس الوقت هو نفس الوزير اللي قبل الدستور ما يصدر باربع خمس ساعات كان حريصا على عكس توجيهات الدوله ورئيس الوزراء بحل مجلس اداره النادي الاهلي حتى لا يكبل بالدستور او بالتعليمات التي كانت ستصدر الدستوريه بمنع حل مجالس الاداره. ف الناس ذاكرتها مش ذاكره سمكه. الناس بتحط دي قدام دي. لكن الوزير الجديد اللي بيدافع عن النادي الاهلي انا معاه بس هو معاه وكل منا له دوافعه. انا معاه انك تبتدي باثر رجعي، ما تغيرليش بقى القضاء وتعمل لي اعضاء جمعيه عموميه هم المسؤولين في غير الوقت القانوني فيستند اليها في حل مجلس اداره النادي الاهلي اللي نجح باكتساح وملوش ذنب. هذا المجلس ملوش ذنب، بيدفع فواتير مش هو اللي عاملها، الجهه الاداريه اللي عاملاها. فأرجوكوا الحرص على النادي الأهلي بقى شوية، يعني كفى تعقبا للنادي الأهلي والمواقف بتتغير، أحرمه من الفلوس، ما ادلوش مكافأة أفريقيا،
ال 30 مليون جنيه او ال 15 مليون جنيه في 15 مليون جنيه مقرره من الوزير الاسبق ياتي الوزير السابق ليجمدها عشان ما يسيبش سيوله للمجلس يعمل حاجه، وهكذا وهكذا وهكذا. ودي يجي دلوقتي يكلمنا على اهميه النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي. نريد ان نتعامل بعدم استخفاف بعقول الناس، لان الناس ترى كل هذه الامور، وكل واحد يعمل حاجه فليتحمل مسؤوليته طول عمره. لان احنا قلنا وقتها كده، وانت بتحرم النادي الاهلي حتى في البث التلفزيوني ان ياخد العقد الاكبر في تاريخ الانديه وقتها 42 مليون جنيه، وكنت واقف جنب معالي الوزير دريا شرف الدين والاتحاد في لقطه غير مسبوقه، ما كان لكش مكان في الصوره عشان تتاكد انها مش هتوافق للنادي الاهلي ان تديله الشاره لو بث منفردا. بعد كده البث المنفرد هو السائد، يعني كان وكانك ترى ان المقصود كان التوجه ضد مصلحه الاهلي انذاك. اذا هي الاهلي انذاك، فمش مصالح لحظيه اقف في الضفه دي دلوقتي وانتقل الى الضفه الاخرى بعدين، لان هذا ما بينطليش على حد، وخصوصا اعضاء الجمعيه العموميه. ايه اللي بيفكروا واللي احنا بنفكره؟ بنقول لهم والله اذا كنا غلطانين والكلام اللي بنقوله ده فيه تجاوز يبقى احنا غلطانين، ما اسمعوش كلامنا. اذا كان الكلام ده حق نحوا العواطف جانبا وحاسبوا كل مسؤول على تصرفه، على الاقل يثبت بقى على اللي كان ماشي عليه علشان نصدق. انا كلامي انتهى، اتفضل خش في الحلقه. النهاردة بسلامة الله وصلت للقاهرة بعثة النادي الأهلي من تونس بعد ما أدى الفريق امبارح مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي واللي انتهت 2-1 لصالح النجم الساحلي. البعثة رجعت الساعة 4:30 بعد الظهر، والجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة يومين، وهيستأنف الأهلي بإذن الله تدريباته يوم الأربعاء. يمكن دي لقطات وهم في مطار خرطاج في طريق العودة للقاهرة. البعثة كانت طولت شوية زي ما حضراتكم يمكن تابعتوا، قعدت في تونس بعد ما أدت مباراة الترجي، وصلت الإقامة في تونس وأدت طبعا فترة يمكن فيها طويلة شوية يا باشمهندس، لكن خير إن شاء الله. يعني أنت خدت بالأسباب في هذه المباراة وتحقق أفضل أسوأ نتيجة، أنك تخسر بفارق هدف، دي افضل اسوأ نتيجه، في انتظار انك انت ربنا يكرمك بقى والتوفيق يحالفك والتحكيم ينصفك وتقدر تعدي في يعني 2-1 هي اقرب لصفر صفر. لا احسن من صفر صفر. احسن احسن، ما انت في كل الاحوال في كل الاحوال جون جون يصعدك. جون يصعدك ان شاء الله تعالى، انما افضل من 1-1 وافضل من لا افضل من واحد لا مش شوف لا طبعا مش افضل، لكن هي معنويا انا بالنسبه لي افضل. لان 1-1 تشعرك انك اقرب، افضل من ان انت كنت تخسر 1-0. انت دلوقتي في كل الاحوال عندك ظهرك للحيط، ولما ظهرك للحيط بتخربش. وانا قلت لك فاكر انت قلت لك الترجي انا متفائل قبليها بيني وبينك، لكن النجم انا من حجم التفاؤل مش انا قلت لك عندما اقلق اطمئن، عندما اطمئن اقلق. قلت ولا ما قلتش هنا على الهواء الفلسفيه دي؟ صح صح، قلقت من الاطمئنان. قلقت من الاطمئنان طبعا جدا. فانا دلوقتي ارجو ان اطمئن من القلق. لان انا ادور لك على اي حاجه تقلقك شويه. ما هو احنا في اكتر من اللي احنا فيه ده ايه؟ طب قلقان قبل ماتش 22 ولا طبعًا. لسه شويه؟ لا لا قلقان جدا. الآن جدا طبعا، لان انت ما انتش عارف، مش عارف التوفيق. هو انت هو الخسائر اختصرت على النتيجه؟ لا، حرمت من كام لاعب في الماتش ده؟ احمد فتحي لا وهشام، احمد هشام. فتحي وهشام واحتمال عبد الله واخد بالك، واحتمال حد تاني ما انتش عارف. ووليد لسه مش في كلام، مش فاهمين لحد ما جينا تاكيد. لا لا وليد ما خدش انذار، ما خدش انذار. طيب وليد ما خدش انذار، لكن احمد فتحي بعدين احمد متأكد. فتحي خد انذار يعني الجول اللي جاي فينا من اوت، والانذار اللي خده احمد فتحي من اوت، وكلها حاجات ما بتحصلش غير فينا احنا. الانسيسري مستيك، الاخطاء اللست مضطرا اليها او الغير مبرره غير ضروريه. مع عوده البعثه بقى بدات الاجازات، الجهاز الفني منح اللعيبه اجازه لغايه يوم الاربعاء، عشان كده وليد ازارو مهاجم الاهلي استغل فرصة ان هو موجود في تونس قريب من المغرب، خد اجازة طلع على المغرب يزور اسرته قبل ما يرجع للقاهرة ان شاء الله علشان
هو المفترض حدد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ 5 اكتوبر موعد وصوله ان شاء الله. كمان علي معلول ظهير ايسر الاهلي التونسي قعد في بلده عشان ينضم للمنتخب التونسي اللي بيستعد للقاء غينيا في تصفيات كاس العالم، وهيعود معاهم للتدريبات ويرجع بعد ما يرجع للقاهره ان شاء الله بعد انتهاء هذه المباراه. وفي تونس كمان انيس الشعلالي مدرب الاحمال البدنيه استغل الفرصه الاخر وطلع على اسرته عشان يقضي فتره الاجازه معاهم ويرجع يوم بعد بكره ان شاء الله. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قال انه حسام عاشور واحمد الشيخ اللي كانوا عانوا من اصابه غاب بسببها عن المباراه الاخيره هيبداوا التدريبات ان شاء الله مع الفريق كمان 5 ايام. حسام عاشور كان غاب بسبب اصابته بجزع في اربطه الركبه، واحمد الشيخ كان بيشتكي من تقلصات في عضلات الظهر، وكان حسام عاشور كانت في اختيارات هيكتور كوبر للمنتخب، لكن الاصابه ربما تمنع فرص مشاركته في مباراه الكونغو. الاهلي بيطالب الاتحاد العربي بمكافئات المربع الذهبي، عارفين البطوله العربيه اللي كانت اقيمت في القاهره كان الاهلي تاهل فيها للمربع الذهبي، كان مكافاه الصعود لهذا الدور 200,000 دولار، لغايه دلوقتي الاتحاد العربي ما بعتهاش، فالنادي الاهلي بيبعت استعجال للاتحاد العربي. هيكتور كوبر بقى المدير الفني ضم 3 لعيبه جداد للمنتخب لتدعيم الصفوف قبل مباراه الكونغو، فيهم مؤمن زكريا ومحمد فتحي لاعب الاسماعيلي وحسام حسن لاعب سموحه لتدعيم صفوف الفريق، وهيكون لنا وقفه مطوله ان شاء الله مع ظروف المنتخب وقائمه المنتخب وتدريبات المنتخب وزيارات اعضاء اتحاد الكوره للمنتخب وكل تصريحاتهم بشان ظروف هذه المباراه. العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بيقول انه هيتم طرح 50,000 تذكرة لحضور مباراة الكونغو، وانه الاقبال اللي تم في منافذ التوزيع حتى الان يبشر باكتمال الحضور الكامل في الاستاد. انتوا عارفين بدأت النهاردة اعمال بيع التذاكر قدام استاد القاهرة وقدام نادي النصر ونادي الشمس ونادي الصيد في الدقي. بمناسبة الصيد، نادي الصيد بيستضيف بطولته القوية جدا في السكواش، وسكواش النادي الاهلي بيشارك في هذه البطولة اللي هتتلعب من 5 الى 10 اكتوبر برغبة كبيرة للفوز بالبطولة، ومواصلة سكواش الاهلي الحقيقة تقديم عروضه القوية وانجاب عدد كبير من الابطال الواعدين في السكواش. كمان انا مش عارف ليه بختنا كده. هو ليه الالعاب اللي بنبرع فيها ما تبقاش اولمبية؟ ولغايه لما تبقى اولمبيه ما تلاقيناش نتراجع. العالم بيهتم. يعني احنا في تماسيح النيل فاكر زمان، واول ما بقت اللعبه اولمبيه بيعملوا المسافات الطويله ولا تمساح ولا بساريات النيل احنا دلوقتي. واخد بالك؟ لكن الاسكواش احنا مدرستنا، احنا كنا احنا وباكستان المدرسه العالميه. استقرت على مصر دلوقتي. فالحقيقه ارجو بقى ان احنا الاهلي كمان بنيه تحتيه في الاسكواش يا باشمهندس، يعني مجمع الاسكواش الكبير اللي اتعمل للنادي بيقدم فعلا فرصه انك انت ترعى اللعبه على اكمل وجه، واصبح الرعاه النهارده مقبلين عليها. يعني الرعاه حاسين بقيمه لعبه زي دي، بيتردد اسم مصر فيها عالميا، فبيعرفوا الابطال بتوعها. ارجو انها تجد نفسها على الخريطه الاولمبيه قريبا. ده غير ام الالعاب بقى، العاب القوه اللي احنا يعني اللعبه الرئيسيه الاولمبيه اللي هي ام الالعاب بجد ما زلنا فيها متاخرين جدا، رغم الجهود الكبيره اللي الحقيقه اللي دايما وابدا بيبذلها النادي الاهلي في رعايه العاب القوه، بس لوحده هو واتحاد وهو الجيش انديه الجيش والاهلي ادي اللي موجود. الزمالك بيحاول بس يعني بيقدم لك بطل اثنين، انما النادي الاهلي هو المسؤول عن اللعبه، ولذلك انا بقول للوزاره طب ما الاهلي مسؤول عن اللعبه بيصرف عليها هو ليه؟ الوزاره تتبناها لازم الاتحاد مش تديني اعانه، تديني تكلفه اللي بتحملها في العاب القوه وتسيبني انا اجود عليها.
واقتربنا كثيرا يا أستاذ إبراهيم من ميدالية، ولكن الحظ لنا بالمرصاد. من أيام الدكتور ناجي أسعد. ابتدى في 72. هحكي لك مفارقة ما تتكررش. في 72 ذهب الدكتور ناجي أسعد وهو مرشح لميدالية في ميونخ. في الرمي. في الرمي. وعملت معاه، كنت بعمل مجلة الأبطال بتاعتي. وعملت معاه حديث كان طلعه قبل ما يسافر انه مصاب بتضخم في عضلة القلب وبعدين شرح لي. قال لك القلب حديد. لا، قال لك انا عندي حاجة اسمها القلب الرياضي، القلب الرياضي حجمه أكبر من القلب العادي لأنه بيضخ كميات دم أقوى وأكبر. لكن ما عندوش تضخم في عضلة القلب. ووعد بميدالية. أول حادث خطف طائرة في التاريخ يحدث في ميونخ. ويختار الأستاذ عبد العزيز الشافعي سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة أن يفاوض المختطفين الفلسطينيين على متن الطائرة. ثم تتداعى الأمور ويحصل قبض على المختطفين ويحصل إطلاق نار ليقرر عبد العزيز الشافعي سحب البعثة الأولمبية بالكامل. وناجي أسعد في مضمار الملعب بيسخن عشان يبتدي يرمي، يعني لو كان حتى رمى رمية ممكن كان يرميها وتتحسب له. وحصل اللاعب الهندي سينج على الميدالية الذهبية برقم أقل من رقم ناجي أسعد. حرمنا. ويهاب عبد الرحمن مؤخرا. لا، ده هقول لك بقى. خلينا مع ناجي أسعد. ثم تأتي دورة موسكو. وقلنا ناجي أسعد هينضج لأن هو الرمي، ألعاب الرمي، اللاعب محتاج 8 سنين عشان يوصل لقمة النضج بتاعه. بالمناسبة ناجي أسعد كان لاعب، دكتور ناجي أسعد كان لاعب باسكت بول في النادي الأهلي. كرة سلة. وألعاب قوة. بس كمل في ألعاب القوة. طبعا. كان لعيب باسكت كويس. لعب الفريق الأول يعني. واحنا في موسكو. يصدر القرار بسحب البعثة أو عدم المشاركة. عدم المشاركة عشان الحرب في أفغانستان بين روسيا وأفغانستان. الاحتلال العسكري بتاع روسيا وأفغانستان. أيوه. فدي واخد بالك 4 سنين تانيين. لا، دي مونتريال الأول. روسيا كانت 80 76 لأن أنا كنت هناك بقى. وكان برضو الأستاذ عبد العزيز الشافعي رئيسا للبعثة. وجنوب أفريقيا اشتركت. و35 دولة في العالم سحبت لعبوها احتجاجا على اشتراك جنوب أفريقيا العنصرية. ولم يبقى في الدول العربية والإفريقية إلا مصر. قضينا أول يوم وناجي أسعد في الملعب وصدر قرار سحب البعثة. وهو بالزي بيسخن ما لعبش. ثم تأتي في 80 موسكو عشان ما نسافرش، وبعدين 84 لوس أنجلوس يعتزل الكابتن ناجي أسعد. أدي ناجي أسعد وميدالية كانت مضمونة عبر 3 دورات أولمبية. وحربته السياسة. هو السياسة دائما السياسة كانت هي طيب. السياسة حاربته، لكن السياسة النهاردة تسببت في إسعاد الشعب الفلسطيني أيما سعادة. النهاردة غزة كلها باشمهندس احتفالات، غزة ترفع العلم المصري، غزة تغني النشيد المصري، غزة ممتنة بالدور المصري. صحيح ده برنامج رياضي، لكن ما نقدرش أبدا نتغافل عن حجم الفرحة التي أضافتها وحققتها الدبلوماسية المصرية والقيادة المصرية للشعب الفلسطيني الشقيق. اللي حصل كان يا جماعة الانشقاق الكبير اللي حاصل بين منظمة فتح والقيادة الفلسطينية وبين حركة حماس وإدارتها للغزة. متابعين بقالكم فترة طويلة جدا حجم الشقاق الكبير أو اللي حصل بين فتح وحماس، اللي خلى هنا سلطة وخلى هنا سلطة وخلى غزة تحت قيادة حماس وبقية السلطة الفلسطينية في اتجاه آخر. ده خلى في مشاكل كتيرة جدا أعاق حركة أو عملية السلام، ويمكن تابعته كتير جدا من مداخلات الأشقاء والأصدقاء أعضاء رابطة مشجعي الأهلي في غزة. قد إيه لما حتى كانوا ييجوا يأزروا الأهلي أو يكون عندهم رغبة في إنه ييجوا
يلتحموا بالاهلي ويجوا يشاركوا الاهلي احتفالاته او في افراحه وبطولاته كانوا بيعانوا معاناه كبيره في الدخول والخروج. النهارده الدبلوماسيه المصريه مارست دورها التاريخي ودورها الطبيعي ودورها الكبير جدا في اعاده اللحمه للجسد الفلسطيني. حققت المصالحه الفلسطينيه والوحده الفلسطينيه بين كل الفصائل واحتفلت غزه ورفعت علم مصر يا باشمهندس. بص يا استاذ ابراهيم ما يحدث في هذا الصعيد بالذات كالحلم. طيب. والناس شايفاه بعيد قوي والدنيا صعبه. طيب. لكن هي مصر قدرها انها تاتي في الوقت المناسب لتقود. تقود وتلعب الدور اللي فيه حكمه. ايوه. وفي ايضا عدل وفي موضوعيه. ايوه. هو الناس بتقتنع بايه؟ ما هو مش عشان خاطر يا جماعه بوسوا بعض. بالظبط. ما هياش الدنيا كده. ايوه. انما انت ليك دور دبلوماسي فهمه، ادارت الملف بتاعه بوعي وادراك واجهزتك المسؤوله وادراك يعني، وهو مش ملف بين الاثنين دول، ده ملف عالمي بتربط بيه الاحداث الدوليه. صحيح. وبتستشرف فيه تاثير هذه الوحده على افاق مستقبل القضيه الفلسطينيه والمنطقه من ثم. طبعا. يبقى النهارده مصر جايبه 10 تجوان بشوطه واحده والحمد لله. وبعدين اللي انت يعني استحييت تقوله ان الكثير من الاصدقاء الغزاويين اتصلوا بيك وقالوا لك النهارده كان نفسنا ملك وكتاب يكون محتفي معانا مع بعثه الاعلام اللي صحيح. موجوده. كلمني خليل وكلمني ضياء وكلمني وتحب تسمع اسامه عمر معانا على الهواء. هو لان هو كان معانا الصديق العزيز اسامه عمر المتحدث الاعلامي باسم رابطه محبي وعشاق الاهلي في غزه. اهلا بك يا اسامه. مساء الخير استاذ ابراهيم. اهلا بك. مساء الخير. اهلا بك. مساء الخير يا اسامه. مبروك هذه الاحتفاليه الكبيره وعوده اللحمه والوحده للجسد الفلسطيني الشقيق. والله احنا اول شيء مساء الخير لكم جميعا. وطبعا احنا في البدايه احنا بنقول مبروك لفلسطين ومبروك لمصر وللاشقاء العرب هذا العرس الفلسطيني وإطلالة الأمل نحو اللحمة الفلسطينية ووحدة الصف نحو تطلع للمستقبل والحرية. وبالتأكيد أستاذ إبراهيم يعني إحنا بالأمس كنا نتابع مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي وكنا هناك تجمع كبير لرابطة محبي وعشاق النادي الأهلي بقيادة الكابتن علاء خالد وقيادات الرابطة. رفعت علام مصر وعلام فلسطين ويافطات تؤكد وتعزز الروابط المشتركة والتاريخية بين الشعبين الشقيقين الشعب المصري والشعب الفلسطيني. لا شك أنه اليوم كانت فلسطين كلها في أجواء احتفالية رسمية وشعبية باستقبال حكومة الوفاق الفلسطيني. وطبعا أنت بتعرف أن الشعب الفلسطيني تطلع نحو الحرية وكان هناك شعور الفرحة بعادة وحدة الصف وتزينت الأعلام الفلسطينية بالشوارع والأعلام المصرية وصور فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لا شك انه انت بتعرف استاذ ابراهيم وكابتن عدلي ان الوحده الفلسطينيه هي صمام الامان لشعبنا في مواجهه التحديات والصعاب. ووضع المصالحه الفلسطينيه امام العالم امام مسؤولياته. واحنا كفلسطينيين احنا بناكد انه دائما بنقول شكرا لقلب العروبه النابض ارض الكنانه والازهر مصر مهد الحضاره والتاريخ. نعم مصر لم تتغير يوما ولم تخلع ثوب العزه والكرامه التي احتضنت الشهيد ياسر عرفات في مدارسها وجامعاتها والقاده الفلسطينيين والطلبه الفلسطينيين. مصر ضحت بدماء ابنائها من اجل فلسطين وترابها استاذ ابراهيم وكابتن عدلي. نعم مصر هي الحاضنه الوفيه لقضيتنا ولشعبنا، فليس منا وليس فينا من ينكر جميلها وتضحياتها. شكرا لمصر، تحيه الوفاء والمحبه لشعبها الابي رئيسا وحكومه وقياده وشعبا من قلب كل مواطن فلسطيني. هذه رساله شعب فلسطين بأكمل إلى مصر التي نقدر تضحياتها ومواقفها. مصر التي قال عنها الشاعر محمود درويش: أنا ابن النيل وهذا الاسم يكفيني. ليعلم الجميع أن مصر كما قال الكابتن عدلي في آخر مداخلة أن مصر في قلب كل فلسطيني وأن فلسطين في قلب كل مصري. وستبقى مصر شوكة أعدائها ولأجيالها اليتامين. نؤكد على أهمية الدور المصري أستاذ إبراهيم في إنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاح المصالحة وحرص الدائم على دعم قضيتنا الفلسطينيه. ونحن كشعب فلسطيني دائما نقول ان مصر دائما هي الام وهي الحاضنه. احنا بنقول شكرا لكل الاحرار الذين وقفوا الى جانب قضيتنا العادله
شكرا لإتاحة الفرصة من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال النادي الأهلي رمز الوطنية. لطالما احنا جئنا إلى مصر ونقلنا رسالة الشعب الفلسطيني، رسالة الشعب الذي تطلع نحو الحرية والاستقلال، الشعب الذي يضحي، الذي قدم الشهداء وقدم الأسرى وقدم الجرحى. ونحن نقول أن هذا اليوم هو يوم تاريخي، هذا يوم تاريخي يحق لنا أن نفتخر كفلسطينيين. أنا مصر التي وحدتنا، مصر التي بذلت كل الجهود من أجل وحدة الصف الفلسطيني. نقول لهم من كل الأعماق شكرا لمصر، شكرا لمصر، شكرا لمصر. هذه رسالة كل الفلسطينيين. نتمنى أن نقف يوما ما كلنا جميعا على أبواب المسجد الأقصى المبارك لنصلي فيه على أبوابه وعلى عتباته جميعا بإذنه تعالى. نقول يا أستاذ إبراهيم وكابتن عدلي رسالتنا كفلسطينيين للعالم أجمع، كما قال الشاعر محمود درويش، نحن هنا أحياء باقون وللحلم بقية. واستغل هذه الفرصة أستاذ إبراهيم وكابتن عدلي وأقول أن شعارنا كفلسطينيين نرفعه بأعلى الحناجر وبقلوب نابضة بحب هذا الوطن، هي الوحدة الوطنية سر قوتنا وصمام الأمام. كل التوفيق لشعبنا الفلسطيني ونتمنى له الخير الوفير، وإن شاء الله تكون الأيام القادمة أيام فرحة وسعادة ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال. وأيضا أؤكد لكم نستغل هذه الفرصة لندعوكم لزيارة مدينة غزة وإقامة برنامج ملك وكتاب على الهواء مباشرة لتروا كم هو الدعم الأهلاوي وكم هي الجماهير الأهلاوية الحاضنة لهذا النادي العريق. نقول لكم في الختام شكرا لكم لمواقفكم، وشكرا دائما أستاذ أسامة وأثلجتم صدورنا أستاذ أسامة في المواقف المشرفة أستاذ إبراهيم وكابتن عدلي. أستاذ أسامة اسمح لي أقول لك أن النادي الأهلي قد لعب في فلسطين من أجل القضية الفلسطينية قبل أن يبدأ الاحتلال المشؤوم في سنة 44، وبإذن الله يأتي الأهلي قريبا ليلعب في يوم أو بمناسبة إعلان قيام الدولة الفلسطينية واعتراف العالم بها. بإذن الله يكون الأهلي هو الموجود وهو الحاضن لهذه الفرحة. ويعني عشان الناس كلها تعرف، ما حدش يزايد مزايدة الاهتمام مش بالكلام، فلسطين قضية في القلب وهي قضية محورية تهمنا في المقام الأول، ومصر حاضرة ولم تكن يعني بالكلام الكتير ولكن بالعمل. وسمعونا عظيمة يا مصر. عموما عظيمة يا مصر، لكن يا أسامة برضو يهمني انك انت تقول للناس قد ايه كان حجم المعاناة نتيجة هذا الانقسام. يمكن هنا في مصر الناس مش متصورة الوضع في ما بين الضفة وما بين القطاع، الامور كانت ماشية ازاي. والله يا استاذ ابراهيم وكابتن عدي، انت تعرف انه الانقسام الفلسطيني البغيض طبعا احنا كشعب فلسطيني علينا منه الاول. هو بقاله كم سنة هذا الانقسام؟ بقاله كم سنة بذلت من اجل هذا اليوم التاريخي. طبعا انت بتعرف انه كان هناك انقسام جغرافي ما بين الضفه الغربيه وقطاع غزه، وكان هناك الم كبير. يعني 11 سنه من الانقسام. المصالحه الفلسطينيه وكانت المصالحه الفلسطينيه هي مطلب فلسطيني، ان وحدتنا هي سر قوتنا. بالوحده نتحدى العالم، بوحدتنا احنا كفلسطينيين نقول للعالم نحن على الطاوله كفلسطينيين موقف موحد. نذهب إلى العالم برسالتنا في مجلس الأمن والأمم المتحدة كأقوياء كشعب فلسطيني خلف القيادة الفلسطينية. نحن بكل الفصائل وكل الشرائح وكل التنظيمات وكل أبناء شعبنا اليوم نقف موقف موحد في مواجهة الاحتلال. أستاذ إبراهيم أنت تعلم أننا الآن نحن في مرحلة الاحتلال الإسرائيلي يهود القدس، مصادرة الأراضي، الاستيطان، الحواجز. هناك كثير من القضايا نحن بنفس الحاجه اليوم لنتفرغ لها، تكون وحدتنا وجبهتنا الداخليه موحده ونتفرغ للقضايا المهمه التي تشغلنا كفلسطينيين. نحن بنفس الحاجه بهذه الايام الى هذه الوحده الفلسطينيه بكافه اطياف الشعب الفلسطيني. نحن كشعب موحد نذهب الى العالم برساله موحده بمشيئه الله. سياتي اليوم الذي نقف فيه ونقول سيرفع شبل من أشبالنا وزهرة من أزهارنا من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس
إن شاء الله يرونها بعيدا ونراها قريبا بمشيئة الله، وكلنا إن شاء الله نقف بجانب فلسطين. ونحن نشكركم كمصريين ونشكر كل الأشقاء العرب، ونقول لكل من وقف معنا الشعب الفلسطيني لن ينسى الجميل أبدا. شكرا لكم، شكرا طيب. لكم، شكرا لكم. أسامة، هذا بشأن الوحدة الوطنية الفلسطينية وعلاج هذا الانقسام اللي استمر 11 سنة كاملة. لكن مباراة الأهلي بقى، وانتوا كربطة عشاق ومشجعي ومحب الأهلي في غزة، ازاي تابعتوا مباراة امبارح ورؤيتكم لمباراة العودة ايه؟ والله يا استاذ ابراهيم، احنا تعلمنا في النادي الأهلي المستحيلات أهلاوي. والأهلي في الأوقات الصعبة دائما يتحفنا. نحن شاهدنا المباراة وكانت الرابطة بكل عناصرها بكل قياداتها، وكان تدمر كبير، ورفع فيه علام مصر وعلام فلسطين واليافطات مصر وفلسطين قلب واحد، الاهلي فوق الجميع. مختار التتش لن ننسى موقفك 1943 وكانت ذكرى قبل ايام. مصر لن تدخر جهدا في دعم القضيه الفلسطينيه. احنا كمشجعين النادي الاهلي ومحبيه وعشاقه وجماهيره نقول نحن على موعد ان شاء الله في المباراه الاياب، ومن خلالكم قناه النادي الاهلي بنقول لجماهير النادي الاهلي نحن الان في مؤازره ودعم ومسانده الفريق واللاعبين، وتاكدوا جميعا بمشيئه الله سنحتفل سويا بالتاهل ان شاء الله. المباراه في ملعبنا وهناك مباراه 90 دقيقه، والاهلي قادر باذن الله. باذن الله استاذ اسامه، مصدر فرحه ومصدر سعاده، ولدينا التفاؤل بعكس القلق الموجود لدى الكابتن طرف عبد الخيال. باذن الله استاذ اسامه، اليوم نبارك لكم على الوحدة الوطنية، وغدا تباركولنا على التأهل إلى المباراة النهائية، وهكذا نتواصل في حب الأهلي وحب الوطن العربي كله، عقبال كل العرب. ونشكر لك هذه المدخلة، وياريت تسمعونا عظيمة يا مصر. سيدي قناة الأهلي في كل مكان. الأهلي يحقق رباعية نظيفة. سعد 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 مع الأهلي لحظة بلحظة. كل الأخبار والانفرادات الخاصة بالأهلي في أي زمان وفي أي مكان.
ننقلها لكم يوميا وحصريا. الأهلي صوب أعيننا في النشرة الرياضية على قناة الأهلي. قام المهندس محمود طاهر دائما في قلب الحدث الأهلاوي. نور النادي الأهلي في كل مكان. النشرة الرياضية في الأوقات التالية على قناة الأهلي. نذهب إلى استاد القاهرة، 100,000 متفرج، نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس. مطلوب منك تعمل كل حاجة. الأجواء كلها صعبة، من جمهور، من ناس في الملعب. أول مرة نشوف الأجواء دي. كان مميز جدا، من أحسن لعيبة أنت عارف جابتها مصر. مباشرة كانت فيها ندية. طول المشوار 5 أيام. ماتشات زمان. السبت الساعة 10 مساء على قناة الأهلي. نفس ال الكورة والجماهير. احنا هنا بنناقش كل حاجة. يلا بينا ماتشات زمان بتاعنا دلوقتي. ملوك الصلاة. كل لحظة بتجيب كل همسة. دي الكاميرا اللي هبص لها. تاني كل اخبار الرياضة ننقل لكم كل حاجة. النشرة الرياضية هنقدم لكم الحقيقة ونكشف كل حاجة. ملك وكتابة. تاني تحليلنا مختلف جدا. هنا دي بس كده دي ما تخافش عليها. ما هنا بنحلل كل حاجه. استاد الاهلي. انا الالتزام دايما بتعلم، دايما بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. بحلم بالبطولة. الأهلي الفتاة، الأهلي رمز، الأهلي عزيمة، الأهلي إصرار. أعظم نادي في الكون.
الجميع. الآن أهلا بحضراتكم من جديد. وما زالت المحنة في رحم المنحة، ما زال الأمل قائما، ما زالت الأماني ممكنة، ما زالت الفرصة قوية. اللي حصل أنه في مباراة الذهاب في الملعب الأولمبي في سوسة صاحب الأرض فاز 2-1. بإذن الله تعالى صاحب الأرض في برج العرب يوم 22 أكتوبر يستحق أو يحتاج لهدف واحد نظيف فقط يؤهله بإذن الله تعالى للمباراة النهائية اللي حيلعب فيها بإذن الله الفائز من الوداد البيضاوي المغربي اللي تعادل 0-0 خارج ملعبه مع اتحاد العاصمة في الجزائر. فمباراة العودة هتكون في الدار البيضاء، فرصة الوداد نظريا يفترض أنها الأفضل، لكن اتحاد العاصمة فريق قوي، فريق يملك الكثير من الحظوظ في مواجهة الفرق المغربية تحديدا. لكن فيما يخص الأهلي والنجم الساحلي، 2-1 اعتبرتها أنت منحة ما زالت قائمة في رحم المحنة. طب أنا أفكرك بحاجة. الحلقة اللي فاتت قلت لك إيه؟ قلت لي إن أنت لما بتطمئن بتقلق ولما بتقلق بتطمئن. مش كده؟ قلت لك أنا قبل الترجي كنت قلقان جدا. فاطمئنيت. فحسيت إن هنعمل اللي علينا. وقد حدث. حالة التفاؤل وحالة إن الفرق التونسية وتكريس العقدة والكلام ده كلام أزعجني، قلت لك أنا اللي مطمن. طيب بقلق. ما هو ده. ولو إننا حقيقة في هذه المباراة خدنا بكل الأسباب. يعني إحنا قعدنا الفرقة عشان ترتاح. هيئنا لهم فرص الراحة والتدريب. رجع المهندس محمود طارق رئيس للنادي يدعم في 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 في, في, في أمام النجم الساحلي. عشان كان اللي بيقول لك يعني طب ما البطولة ما انتهتش، الراجل راح وكان موجود. إذن كل الأجواء كانت بتقول إيه؟ الأهلي سوف يحقق على الأقل عدم الهزيمة يعني. والماتش كان ماشي كده، ولكن برضو إصرارنا على إن إحنا نقدم شيء غريب. لا خليني الأول قبل ما نقدم شيء غريب أقف معاك عند الجزئية بتاعت لما أقلق أطمئن ولما أطمئن أقلق، لأن ده كلام مش منطقي. تفسير. لا منطقي. لا وهو واقعي، هو واقعي ده اللي بيحصل. لكن المفترض انه اجواء البهجه واجواء السعاده تفضي الى نجاح، لا تفضي الى تراخي عندنا، وتفضي الى تحديات للمنافس ده عندنا. بقى يبقى احنا بنتعامل مع اللحظه غلط في اي حته. عندما تظن ان الامور انتهت، طب شوف الغزوات. عندما نزل في بدر لا دي عدم إطاعة أوامر. لا ما هي نفس الشيء، نزلوا يتقاسموا في نشوة هم ظنوها انتهت ونزلوا جمع ظنوها، ماليش دعوة. إنما هم كان اللي جواهم إيه؟ جمع الغنائم. جمع الغنائم والانتصار والاحتفاء بالانتصار. فجاءت الهزيمة. يا أستاذ إبراهيم، عندما تكون داخل على امتحان، الآن هو اللي بيتفوق، المطمئن، المرخرخ. هل القلق أمال إيه؟ القلق هو اللي بيستدعي التركيز؟ بيستدعي التركيز ويستدعي الالحاح. انك انت تجتهد اكتر، تجتهد اكتر الان، تجتهد اكتر. وتبقى متيقظ وتبقى مستنفر الهمه. هو ده. لكن انت بتنزل وانت حساباتك ما اخسرش هنا واروح اخلص في مصر، تقوم تيجي كوره مش معموله في الحسابات كلها، ترجع تتعادل. ولكن يعني تقصد لما تكون الفرص شبه منعدمه الاهلي يظهر على معدن؟ مش الاهلي، المصري نفسه. المصري هنا الان على الاهلي. بس احنا بنتكلم على ماتش الكونغو كانها من المسلمات يا اخي. هنجلها بس اصبر، هنجلها. انا بكلمك على انت بتكلمني، مش بتكلمني القلق والاطمئنان. هنجلها بالتفاصيل. لكن هو ليه من المسلمات؟ احنا بنحسب اللقنات على طول، بنشوي السمك قبل ما نصطاده، واتكررت كذا مره يا استاذ ابراهيم، وقلنا مش عايزين نشوي السمك قبل ما نصطاده. الكونغو ضامنينها قوي، اتعادلت مع غانا في غانا وخسرت 5 على ملعبها. طب ده كلام. في مقاييس لكره القدم، في مقاييس للتوفيق فيها. هي مش لعبه عادله، هي لعبه الفرص، لعبه التوفيق، لعبه التحكيم، لعبه الاجتهاد.
المنطقي في الألعاب الأخرى الملاكم الأقوى بيكسب. نادرا أما ملاكم أضعف يلوش كده يوقع واحد وما تتكررش كتير. في الباسكت بول ما كانتش المباراة متكافئة الأقوى بيكسب. في الفولي بول نفس الشيء. لكن في كرة القدم لأنها لعبة الأهداف فيها عزيزة تخلص بجول. فممكن الجون ده يجي من فرصة واحدة وأنت تضيع عشرات الفرص. أي. ممكن الحكم يدي ضربة جزاء عكس مجريات الأمور، ممكن يتغاضى عن أربع ضربات جزاء زي ما شفنا. شفنا في البطولة العربية وشفنا في بداية الدوري. فأنا فعلاً يمكن لما بقلق بحس إن الناس مركزة مهتمية وعارف معدننا وعارف قدرتنا ممكن ربنا يوفق، لكن الاطمئنان هو عدوك. الاطمئنان. طيب. الأهلي خسر 2-1، نشوف المنشطات الصحفية كلها في معظم الجرايد شافت هذه الهزيمة ازاي وشافت الفرصة القائمة حجمها ايه؟ الأخبار في الصفحة الأولى الأهلي يخسر من النجم 2-1 والحسم في لقاء العودة بمصر. وقالت الأخبار في صفحاتها الرياضية الأهلي يخسر أمام النجم 1-2 في سوسة، الأخطاء الدفاعية وراء الهزيمة وفتح يغيب والأحمر قادر على التعويض إن شاء الله. الأهرام في صفحته الأولى أيضا الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي 2-1، وقالت في الصفحات الرياضية الأهرام الأهلي يخسر أمام النجم 2-1 ويكفيه الفوز بهدف نظيف للتأهل للنهائي، وقالت البدري ظلم هشام محمد وفتح يغيب عن لقاء العودة. طب عايزين نقف هنا والنبي نقف عند ظلم قبل أخبار الرياضة. ظلم هشام محمد والله العظيم ثلاثة الله يكون في عون متخذ القرار في أي موقع بالذات بقى كمان في التدريب. لأن في التدريب عندك الملايين من المسؤولين. أنت لما تشوف الصفحات التواصل الاجتماعي يجي لك هلع، يجي لك هلع، كل شيء صح وكل شيء غلط. ما فيش قرار واحد الناس تتفق عليه وما فيش حد بياخد الموضوع بواقعية وحسن نية. لازم نتيجة جهل، لازم نتيجة سوء مشاعر، هو عايز ايه من فلان، هو بيدلع فلان ليه، هو على طول كده. طيب هشام محمد انت لما يغيب عندك غياب اضطراري حسام عاشور انت بتشوف البدائل، عايز واحد يتسم بقدرات دفاعية وقدرات هجومية، دي كانت موجودة في الكابتن حسام غالي، الأقرب نموذجا له هشام محمد. والناس كلها أجمعت على هذا. صحيح. كون هشام محمد بقى بنبل الفرسان يرمي أوت وحظه العاسر إنه يجي جون يطلع كرة أوت، ما كان ممكن يطلعها مثلا. أنا معاك قلة خبرة شوية أو هو ثقة مبالغ فيها في إن المنافس عنده روح رياضية وما طلعش عنده روح رياضية. كان ممكن يرميها عند الجون هناك في أوت بعيد، ربما ما تصفرش عن هذا الهدف. ولكن تتركب الأمور على بعضها، الكرة فاول أصلا لعلي معلول وطرد بناء على كلام الكابتن الشريف، وتوم الحكم يتغاضى عن الفاول، يتغاضى عن الطرد، بدل ما يبقى بنت لصالحك يروح لعيبك بنبل الفرسان، مش نبل الفرسان، بمنطق الفير بلاي زميله واقع، زميله واقع طلع كرة أو متوخيا ان الطبيعي انك حيدوني الاوت، لا راح مبغتينك بكوره. الكابتن اسامه عرابي انا سمعته اكتر من مره وغيره بيقول لك ما كانش فيه خطا في التمركز، انما خطا في التوفيق ان الكره تعدي وتخبط في ظهر لعيب من عندنا وتتهيأ لواحد يحطها في الجو. مين يقول ان الكره دي تيجي بالطريقه دي؟ تيجي. فانت هل هشام محمد اختياره لهذه المباراة هنقعد ظلم ومش ظلم؟ ما هو طب هتعمل ولما لعبوش وخسرت 2 أو 3 هيلاعب مين مكان لاعب قصير؟ ما لعبتوش، هم كانوا عايزين صالح جمعة، صالح جمعة مش هيدي لك مهام دفاعية. صحيح. كويس؟ طب وصالح جمعة في التلت الهجومي ولا أروع. لكن أنت عايز التوازن ده، واخد بالك؟ هتعمله إزاي؟ يتلاعب بقى ناس ما عندهاش خبرة خالص، وهتيجي تقول لي اكرم توفيق هو مش مسجل افريقيا؟ مسجل بتاعي. طيب
هتيجي تقول هيبقى يقول لك ظالم اكرم توفيق، مع انه هو يعني اكرم لو خد ماتشات هيأدي لك برضه، لكن كل شيء دي تقديرك انت. الغلطه بتقيمها بعد ما تحصل انها خطا، قبل ما تحصل ما كانش خطا. لا ده انت بتتوخى بتفاؤل الايجابيات اللي ممكن يعملها لك اللاعب. صحيح صحيح. فمحدش يحط نفسه مكان الكوتش لانه مش هيعرف هنا. مش هيعرف هنا. كده بالطريقه دي ظلم هشام محمد. وبعدين الخسائر بقى، يبقى هشام محمد كمان كاسر في ايده، ادي خسرت هشام محمد. هيغيب له ثلاث اسابيع. وخسرت عبد الله السعيد. الله اعلم هيلحقك ولا لا. وخسرت احمد فتحي. ايه ده؟ وربنا يستر بقى على ما يجي ميعاد الماتش ما نخسرش حد. طيب اخبار الرياضه، قالت فرصه الاهلي سهله في العوده. صالح يصالح الاهلاويه والمشكله دفاعيه. هنا عايزين نقف عند سهله في العوده. لا ما نقف قبليها. ايه؟ صالح يصالح الاهلاويه. لان برضو دي تدخل، انا نسيت اخدها في اطار برضو الاشاعات المؤكده. يعني عارف. يعني كان في تاكيد ان في مشكله، ممكن يكون في مشكله، يعني هو الواقع حصلت، ممكن تكون حصلت، لكن لا تعدو كونها من المشاكل المعتاده في التدريب وتحدث كثيرا، ولكن لم يتم تضخيمها الى حدوث ازمه كما صور الاعلام. قد نلوم اذا كان هو عامل لايك لتعليق الوكيل بتاعه. اللي ألومه ايضا، لانه هو الوكلاء يا استاذ ابراهيم بالمناسبه يعني دورهم انه يجيب لعيب يمضيه وياخد العموله ويفضل قاعد جنبه عداد، ولا دوره مانجر مدير ينصحه؟ طبعا. يعني انا لما اكون معايا لعيب ده بقيت انا المانجر بتاعه، انا المدير، انا ادير له موهبته، وبره بيدير له امواله او يجيب شركه تدير له امواله، لكن لما بيبقى علاقته بالمانجر قويه جدا بيديله كمان حق اداره الاموال. فانا لما يكون عندي لعيب انا اللي بنصح، وانا اللي بقول له دي تكبرها، دي ما تكبرش، دي انت غلطان في دي، لا ما تسهرش عشان ما حدش يصورك في في لقطه مش مظبوطه تسيء اليك، انت سعرك كده بينخفض، انت مكانتك اعلى من اللي انت فيه، اذا كنت عايز تروح في منطقه تانية في اوروبا يبقى اسمع كلامي، اعمل كذا، واحد اتنين تلاته. ادي الوكلاء او ادي المانجرز، ادي المديرين اللي يديروا مواهب الناس، مش يستثمروا مشاكلهم عشان كل همه ينقله من هنا لهنا ياخد عليه عموله. ادي كل الدور قاعد زي ابو عمه سمسار الشقه اللي بتاع ده، كل ما اجر الشقه او يبيعها ياخد كذا، وبعد كده او اللي بيجيب لك الفلبينيه ياخدها يشغلها شهرين وياخدها من عندك ويديها لحته ثانيه ويجيب لك واحده ويقبض هنا ويقبض هنا ويقبض هنا. ده دور سماسره مخدماتيه، ده مش دور وكلاء. فانا عايز الناس تشتغل شغلها، وعايز الانديه المتضرره حقيقي يعني هذا التعليق انا اشتكي بيه وكيل. لاني لعيبي عمل عليه لايك ووضح ان هو المقصود. طب هو قرا الكلام ده وهو في المعسكر، مش شتته؟ مش التعليق ده هو اللي ممكن يكون عمل له الازمه؟ مش الواقعه بقى. ها؟ مش الواقعه. ايوه. انا وانت عربيتين خبطوا في بعض. ممكن تعمل لي سوري اقول لك خلاص اتفضل، وممكن تروح نازل لي شاتمني، ننزل نتخانق واحد بتاع، يبقى الخناقه هي المشكله، مش الواقعه، مش الحادثه، مش الخبطه. هذا الكلام لازم نبتدي نتوقف، ولازم اتحاد الكوره بقى يكون له دور في الامر ده. ما تسيبش الدنيا مرتع، لعيب يهرب منين لحد النهارده مش عارفين وكيله عمل ايه؟ لحد النهارده دور وكيله فين؟ المانجر بتاعه فين؟ اللي جابه لنا. اتكلم على كل بالي. كل بالي، لحد النهارده. ازاي؟ ما تفهمنيش انه ماشي وفاجئ الوكيل بتاعه، ما طلعش الوكيل بتاعه ليه؟ قال اتضامن مع الاهلي حتى يحصل على حقه، يبقى وكيل. طب استنى، بالمناسبه انا لازم برضو اخد رايك. ما تسرب اعلاميا انه وكيل كوليبالي عارض الرغبه في التصالح، واي حاجه من اتنين، يا اما ادفع مليون دولار زياده على كل الاموال اللي انا اخدتها واللي اتدفعت للنادي، يعني حجم الصفقه كلها على بعضها لو هي 3 مليون دولار ادفع عليهم مليون دولار كمان
واخد الاستغناء وامشي، او يطلب من الفيفا يرجع للاهلي بس الفيفا يضمن له عدم تعرضه لاي مضايقات. ما تقدرش خلاص. ايه الحل؟ ما ينفعش يرجع للاهلي. كويس، ما يرجعش للاهلي. عندك حل من اتنين. ايوه هقول لك انا اروح لاني حل. يا اما التقاضي يا اما التراضي. يا التقاضي يا التراضي. طب التقاضي بهدف، التقاضي بهدف انك انت هتاخد تعويض وعقوبه على اللاعب. التراضي انك تاخد تعويض دون تعرض لاعب لعقوبه، بس هنا التعويض يجب ان يكون تعويض كبير يوجع. وانا اميل الى التراضي عشان اكسب وقت. اميل الى التراضي، هو ده شخصيته، هيعملها في اي حته. خد مني العيب اللي ما عندوش دماغ يفكر بيها، حد يمشي وهو نجم النجوم في مصر، في مصر مش في النادي الاهلي. طيب مصر كلها بتتكلم عليه. وجهه النظر في الحته دي، في حته التراضي، انه اساء للنادي، اساء للمصر. اتضح بقى انه كان لحد اللحظه دي اللي ما كانش يقدم الشكوى. ما جه يقدمها حتى بعديها قالوا له انت شهر اغسطس كمان عدى وما قدمتش الشكوى في الميعاد. وبصرف النظر يعني انت واحد والا هو خلي بالك احيانا شيوخ القبائل احكم من الاجراءات القانونيه. بس لما تكون شيوخ بحق ترضع وشيوخ عادله، بمعنى ايه؟ ان انا مش كل قضيه بقى دايما ودايما وبعدين بوسوا بعض، لا دي مش حل للقضايا. لكن لما يكون بمنع مصايب تحصل بحكمه، ها؟ وهو طارق قال لك تشيل كفنك وتروح ليه؟ بترضي كبرياء مجروح، بترضي بنحويه معنويه، تقول له انا جيت لك، عايز تذبحني اذبح، عايز تاخد التعويض خد. فانت بتاخد، بتشعر بقوتك وكانك سأرت للصقر، وغالبا الناس بتقف. فانا بقول لك احيانا مثل هذه الحلول هي اللي بتبقى الصح. انا مليون دولار، اللعيب ده كلفني 850 الف دولار، طب هو عقده بيقول كام؟ طب الاضرار اللي نجمت، انا جبت لعيب تاني دفعت له ايه؟ احسبها. لان هو كان عندي خلاص، انا دفعت ال 850، انا ما اخدش بقى منه ال 850، انا اخد منه اللي دفعته في ازاره، الفرصه البديله. طب مش تغرموا على ضياع المكسب المحتمل؟ ما هغرمه، ما انا لسه ما جتلكش في الغرام. يعني انا لو هبيعه زي ايفونا مثلا يا سيدي، ما جالك افرض ما جالكش. انا لو قعد كان ممكن يجي. انا بكلمك على عرض الراجل مقدمه بتقول مليون دولار زائد كل المصاريف. انا طريقتي في حساب المصاريف ايه؟ ثمن الاستغناء، الفلوس اللي قبضها الوكيل، الفلوس اللي قبضها هو، خلاص؟ اتنين، الفرصه البديله، انت عملت لي خواء، فرحت صرفت مليون ونص، اتنين مليون، مليون احطها فرصه البديله، تكلفه الفرصه البديله. واخد بالك؟ احطها وبعد كده اطلب التعويض اللي انا عايزه. هو عارض مليون، اقول له انا عايز اتنين مليون، عايز مليون ونص، اقول اللي انا اقوله. لو خدت انا بقى الساتسفاكشن بتاعي او رضيت، ابقى انا كده اخدت حقي وكبرياء جات لي وجالي شايل كفنه وطالب التصالح. في الحاله دي مع السلامه، ما تلزمناش، لان هو فعلا ما يلزمناش، خلاص هو خساره. انا كنت بشوفه بيلعب بحماس متناهي يعني، ويخبط على قلبه ويعمل، قلت هو ده الفيرود اللي احنا عايزينه. وقعنا في حزب بيصلح لحد النهارده. فانا ارجو اذا كانت هذا، ما هو دي برضه هل اشاعه ولا جاده؟ ما حد يشوف لنا الوكيل بتاعه مره نتحاور معاه. مين اللي عرض العرض ده؟ مش له اسم. وكيل انجليزي اعتقد. شوفوا قلنا نتحاور معاه. بس له ممثل مصري. هو جه كده. له حد عربي بس مش. له حد مصري. خد مني. سمعت انا اسماء مصريه. له حد مصري. وسيط. طبعا هيجي يخش مصر ازاي؟ يعني في كل الاحوال انا مع التراضي في الامور اللي ما فيهاش يعني تجاوز قوي، لان اتضح ان الكلام اللي كتبه في الاول ده ما وصلش الفيفا، ما حصلش كلام من ده.
امال قالوا في الاعلام وخلاص؟ اه عمل تويت عنده او عمل تصريح عنده. انا بتعرض وانا بتعرض، وده كلام الوكيل، ده مش كلام، ده كلام الوكيل المصري او الوسيط. مين اللي يعرف ها ملابسات قضيه الكابتن عصام الحضري بالسيكونس ده، تعرضي او بالتتالي ده، تعرضي لاضطهاد، تعرضي مش عارف عدم امان، تعرض، مش هي دي كانت اسباب الكابتن عصام؟ ها وقال له دي هتمشي زي ايده، يدوا لك يعني شهاده مؤقته. لكن الحقيقه ادله الاهلي كانت قويه. جابوا لهم الفيديوهات، جابوا لهم كلام الناس، جابوا لهم منظره وهو بيفرح، جابوا لهم منظره وهو بيجري على مدربه، جابوا له ازاي ده مضطهد؟ مضطهد في ايه؟ وروا له الدفعات واخد حقه على داير مليم، انه مكافئات الاجاده، رجل الشهر، كل دي فين شكل الاضطهاد ده؟ فكان موقف الاهلي خلاهم ما طلعوش الشهاده المؤقته. هو مجمد دلوقتي ما بيلعبش. كل بالك اعتبروا اتوقف يا سيدي 16 ولا 14. واذا كنت تقدر تجيب منه مبلغ كويس خده. انا رايي مش ملزم يعني. طب التقاضي؟ التقاضي ما انتش ضامنه بقى يقعد قد ايه، ومش ضامن هتاخد من وراه قد ايه. هيحكم لك بايه؟ احنا خدنا في كابتن عصام 900,000 يورو تقريبا النهارده، لو خدت المليون يورو هتغطي لك العرض اللي هو مقدمه؟ لا. طيب ما يخص بقى ان الفرصه سهله على ارض الواقع، الفرصه سهله ان احنا محتاجين نكسب بهدف، بس يمكن يكون الكلام بدر شويه، لكن مش عايزين نسيب المساله تتصاغ في اتجاه استسهال المهمه. الفرصه ممكنه، الفرصه جيده، الكره في ملعب الاهلي، لكن لازم سيناريو 2007 ارجوك يكون في الاذهان. 2007 رحنا سوسه اتعادلنا هناك، فرجعنا ظنيناها خلاص دانت، فكانت النتيجه السيناريو العرجوني الصادم في القاهره. ده لا يجب ان يتكرر باي حال من الاحوال، ولا يجب انه يتساب الراي العام تصاغ فكرته عن هذه المباراه بهذا الاستسهال. لا، مطلوب ننسى خالص نتيجة المباراة الأولى، ننسى خالص إن احنا محتاجين هدف واحد، ننسى خالص ظروف 2007، لكن تفضل حاضرة في التجهيز المعنوي والتهيئة الكاملة للفريق. النجم فريق محترم، الصحافة التونسية بعد المباراة كلها بتتكلم على إنه النجم قادر على تكرار سيناريو 2007. الكرة التونسية من الأهلي جريحة في كبريائها، عندها الرغبة في الرد، عندها الرغبة في رد الاعتبار للي حصل من الاهلي مع كبير الانديه التونسيه او كبير القوم في تونس الترجي، وبالتالي النجم الساحلي جاي محمل بمهام كتيره جدا وكبيره. عنده فرص، عنده مدرب فرنساوي جيد، عنده لعيبه كويسه، وعنده فرصه حقيقيه في التحرر من الضغوط. قبل مباراه الاهلي مع الترجي ناقشت مع المهندس عدلي هنا ايه الوضع غير المنطقي بتاع الاهلي مع الانديه التونسيه. لما تبصوا حضراتكم على النتائج، الاهلي باستمرار او غالبا يعمل نتيجه ليست جيده مع الترجي في القاهره ويروح يحقق مراده وغرضه في تونس. الانديه التونسيه ده حصل للاهلي مع النجم، حصل للاهلي مع الترجي اكتر من 3 مرات، حصل مع الصفاقسي، بس كلها استاذ ابراهيم والعكس يحصل كلها. لو تلاحظ النتائج الايجابيه كان الاهلي رايح مباراه العوده وظهره للحيط، ما كانش فيه مباراه تانية. لكن في المباراه التانية لما يروح رادس او يروح سوسه يتعادل مع النجم الساحلي، يجي في 2007 يخسر من هنا 3-1. فبالتالي فكره انه الاهلي والانديه التونسيه كلهم بدون استثناء يحققوا في ملعبهم نتيجة ليست جيدة مع الأهلي وييجوا يحققوا نتيجة أفضل هنا، سواء في الذهاب أو في الإياب. وكان تفسيرنا البسيط لهذه المسألة إنه ده ثمن التحرر من الضغوط. الإعلام الرياضي العربي بيتعامل مع الرياضة بالذات المواجهات العربية بمنطق الغزوات الحربية، فبيبقى فيه شحن معنوي عالي جدا
بيبقى فيه شحن وحقن للجماهير بدرجه كبيره، خاصه انها فرق جماهيريه، اذا كان الاهلي او الترجي او النجم او الافريقي او الصفاقسي، كلها انديه وراءها انصار كثر. فبالتالي الضغط العصبي الرهيب اللي بتتعرض ليه هذه الفرق على ملاعبها بيكبلها ويقيدها. في مواجهه منافس جاي متحرر من هذه الضغوط، فبتبقى النتيجه كل واحد بيلعب بره ملعبه احسن من ملعبه يا باشمهندس. طب ما تاخدها بالمنطق اللي انا بقوله. لما بتقلق بتطمئن، ولما تطمئن بتقلق. لان التحرر من الضغوط، ما احنا بنناقض نفسنا. هو القلق ده بيتحول. استاذ ابراهيم بس ما نس... اديني بس ايه؟ ان انا افكر معاك وانت بتتكلم بفكر. هو احنا نقعد نقول عايزين 60,000 متفرج لان مفعول السحر وجمهور المرعب، وبعدين نقول ان احنا بنقلق عشان جماهيرنا؟ ده احنا لا 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 مش من حضور الجمهور، ما بالعكس، الجمهور لما بيحضر بوعيه وبحماسه وبمساندته بيبقى عامل مساعد جدا. لكن لما تلاقي الاعلام من قبل المباراه بيتكلم على استسهال فرصه او بيحتفي او بيحتفل زي ما حصل مع الصفاقسي، هو الصفاقسي عمل ايه؟ يبقى ايه النتيجه؟ ايه؟ مش تحرر ضغوط، دي مش ضغوط. دي مش ضغوط، ده انت بتطمئن من كتر تسهيلك، وده اللي حصل لنا. لانك انت لو مركز في التفاصيل، هو حد ممكن كابتن حسام ممكن يكون كلمه في كل التفاصيل بس ما خطرش على باله الموقف بتاعه لما يجي لك او ما ترموهوش في الحته دي. ما هو ده موقف هيخطر له على بال ازاي؟ ده موقف خبره لاعب بقى. فاهمني؟ فانت دلوقتي ممكن تكون وانت بره شايف الماتش صعب فبتلعبه من منطلق الصعوبه، بتبقى مركز في التفاصيل، وانت على ارضك شايف ان عندك ادفانتج، جمهورك بيجرك انك انت تهاجم، جمهورك يجرك ان انت تعمل تتفتح عندك ثغرات. وبعدين في حاله التكافؤ، خلي بالك، في حاله التكافؤ التحكيم هو الحاسم. التحكيم انا وانت متكافئين اها ومركزين وقوتنا واحده، الماتش هيبقى تكتيكي وممل. اللي هيفل هيفك الطلاسم دي يا مهاره فرديه يا خطا قدري بالتوفيق يا قرار حكم غلط. ادي الثلاث حاجات. الثلاث حاجات كانوا في الماتش اللي فات. الثلاث حاجات كانوا في الماتش اللي فات. فاول على علي معلول ما اتحسبش. تمادى الحكم علي شريف ان هو يقول ده كان يستوجب الطرد. الطرد مش فاول كده، في قرار اداري. يوم انت تطلع الكره، شوف سلسله التراكمات في لعبه واحده، تطلع كره اوت عشان زميلك متعور، يوم الحكم لا يلتفت ان انت اللي طلعته ويستنى يقف يعالج اللاعب. ما كان يقدر الحكم يقف جنب اللاعب ويوقف اللعب. لا هو اتعالج، هو اتعالج. ما كويس. وبعدين هو اتعالج، بس هو لعب الكره لزميله، ما ادكش الكوره. ما ادكش الكوره، الحكم اداله اذن باللعب. خلاص انا مالي. انا مالي. هو اداني الاذن باللعب. اولا ده لعيبي. طب ايه اعكسها؟ لو احنا من مصلحتنا تضيع الوقت والماتش قارب على الانتهاء وانت عامل تعادل ايجابي وفي هجمه عليك بنفس المنطق، رحت انت مطلع الكره قوي، مطلعها عشان تستهلك ولا عندك حد واقع؟ ما هو حد بتاعك انت. ماشي. هو القرار ده ليه غلط؟ ليه القرار ده بينطبق عليه الفير بلاي؟ انه ما فيهوش فير بلاي. لان لعيبك كان متعور، لان كان صح، كان لازم ياخد فاول. طب افرض انه وقع لوحده وانت طلعت الكرة او تدوها لك او انت تديها لهم؟ مفروض. ما هو المفروض يا استاذ ابراهيم تبقى اسلوب لعب. ساعات قد تصبح هذا اسلوب، لا انت مش هتحسها غير لما تنكوه منه. ايوه، هي الواقع هو اللي يقول هل فعلا فيه تمثيل ولا فيه اصابه بجد. هو تقدير الحكم دي بقى وتقدير المنافس ليها، يعني شايف الوضع هل فيه استهلاك ولا استهبال؟ ايوه، ولا فيه اصابه هو من وجهه بجد؟ نظره، من وجهه نظره الحكم ما حسبش فاول، يبقى انت بتطلع كره اوت ليه؟ هو شايفها كده. انا مش بقول ده صح، انا بقول الا اركن لهذه الاسباب. تعرف لو اللاعب بتاعه هو اللي واقع يبقى اذا الكتاب ما بيقول فير بلاي، بقى انا لعيبك واقع وانا بطلع لك الكره اوت تاخدها وتلعب،
ودي حصلت مره في دوري في اوروبا وترمى الاوت وحطوها في الجول. عندنا بعض اللقطات الكتيره لخرق الفير بلاي النهارده. الميسا بقى العنوان الراقص بتاعها الاهلي مع النجم الدلع ولقاء العوده مولع. اهو يعني بصوا الاختلاف، كل واحد هيبص لها من زاويته. الميسا شايفاه لقاء العوده مولع، واخبار الرياضه شايفاه لقاء العوده سهل. لا هو مولع. هو انا شوف رغم ان ده اعلان يعني زي ما بيقولوا شعبي زي الغنى الشعبي، لكن هو في قدر كبير من الواقعيه. وقالت الميسا في صفحاتها الرياضيه الاهلي اتسرق في سوسه، فرط في التعادل امام النجم وخسر 2-1، والامل في برج العرب. وده برضه عنوان واقعي. اليوم السابع قال الاهلي يخسر من النجم 2-1 في سوسه بنصف نهائي افريقيا. الموقع الرسمي للنادي قال الاهلي يخسر من النجم بهدفين مقابل هدف في سوسه. وموقع مصراوي قال النجم يحسم الذهاب، لعنة سوسه تقف امام احلام الاهلي. في الإشارة فيما يبدو لأنه الأهلي لا يفوز في سوسة. الشروق قالت الأهلي يعود بأقل الخسائر من ملعب سوسة، يعني ما هياش لعنة. الشروق عكس مصراوي. هو أنا قلت لك دي أحسن أسوأ نتيجة. دي أنت جبت جول. يعني هو أنت لو مغلوب 1-0 كان يعني لما تقول النتائج السيئة إيه؟ ده أحسنهم. ليه؟ لان انت لو مغلوب 1-0 عايز 2 عشان تصعد. فانت دلوقتي عايز 1 او فرق جولين بعد كده. يعني يا 4-2 يا 3-1 يا 3-1 يا 5-3 بعد 1-0. وموقع العربيه النجم الساحلي يهزم الاهلي في نصف نهائي ابطال افريقيا. الصباح التونسيه بقى النجم يحقق على الاهلي الانتصار والحذر واجب خارج الديار. حلو. يحترمون الاهلي. يخافون منه. وادي يفتت جماهيرهم للنجم امجاد انتم حاملوها. يعني بيحفزوا لعبتهم. اذا هم مش شايفين الماتش فسحه. طبعا. لا النجم الساحلي يحمل على كتفيه عبء كرامه الكره التونسيه. ايوه. تونس الرقمية النجم الساحلي يحقق فوزا صعبا وثمينا أمام الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. الموقع الرسمي للنادي نقل للمهندس محمود طاهر رئيس النادي تصريحه أن الجمهور سيحسم تأهل الأهلي في مباراة العودة إن شاء الله تعالى. هذا تصريح تحفيزي معنوي، أولا بيفيدوا في حاجتين، انه يشعر الجهات المسؤوله اسمحوا لنا لاكبر عدد من الجمهور. ثانيا بيحمل الجمهور مسؤوليه التشجيع المنضبط زي ما شفنا قبل كده اللي يؤدي الى اطلاق الهمم والباقي بقى بتاع اللعيبه. وقال الموقع انه المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي اعرب عن ثقته في قدره فريق الكره بالنادي على تعويض خسارته امام النجم الساحلي بنتيجه 1-2 في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والتأهل في مباراة الإياب اللي هتقام 22 أكتوبر في استاد الجيش ببرج العرب. وقال طاهر للموقع الرسمي المباراة كانت قوية وأقيمت في أجواء جماهيرية شديدة، والجمهور التونسي كان له دور كبير في نتيجة هذه المباراة، وأتمنى أن يكون جمهور الأهلي عامل حسم في مباراة العودة، فمن السهل تعويض النتيجة والتأهل إلى المباراة النهائية إن شاء الله. وأضاف رئيس النادي أبارك للنجم الساحلي، لقد لعبنا مباراة جيدة وقادرون على التعويض ونعمل على توفير كل الإمكانات لفريق الكرة، ولم يقصر أحد من اللاعبين أو الجهاز الفني، بل أن بعض الأخطاء الصغيرة أدت إلى الخسارة. واختتم محمود طاهر تصريحاته للموقع الرسمي قائلا قدمنا طلب بحضور 60,000 متفرج في مباراة الإياب في برج العرب، ولدينا وقت للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، وأطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد إن شاء الله في لقاء العودة من أجل إسعاد الجمهور وتحقيق التأهل إلى المباراة النهائية بإذن الله. 60,000 إن شاء الله في برج العرب يا باشمهندس. أرجو الموافقة. وبعدين في هنا فيديو أو تصريح فيديو
ثروت سويلم بيقول 60,000 في برج العرب، يقصد ماتش مصر ولا ماتش الاهلي؟ عايزين نشوف الفيديو، لان نعرف ان الاتحاد طالب 50,000 فهيطلب للاهلي 60. نشوف نشوف. يعني تفتكر ممكن الامن باعتبارك رجل امني سابق وحاليا انت تاتش على طول مع الامن، يوافق للنادي الاهلي على حضور جماهير كبيره يا كابتن ثروت؟ كابتن مدحت، يعني طبيعي ان احنا ان شاء الله من بعد ماتش النادي الاهلي في تونس كان في حوار مع المهندس محمود طاهر ومع اللواء شيرين شمس على عدد الجمهور اللي هيكون في ماتش العوده باذن الله. يعني كانت كل الامور طبعا الامن داعم جدا للنادي الاهلي اللي بيمثل مصر وعلى يعني بعض خطوات من النهائي ان شاء الله، فبالتالي في حرص وبعتنا فعلا المكتبات على ان يكون مش اقل من المنتخب مصر باذن الله. كابتن مدحت، يعني اعتقد ان الاعداد اللي هتكون للنادي الاهلي نفس الاعداد باذن الله لمنتخب مصر ال 60,000 باذن الله. يا رب ان شاء الله. طيب ده رأيي أو كلام العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة. كابتن حسام البدري المدير الفني للأهلي تحدث للموقع الرسمي، قال إن احنا كنا الأفضل، كنا الأخطر، وصلنا لمرمى النجم أكثر من مرة. النجم وصل لمرمى الشريف إكرامي أقل مما وصلنا نحن إلى مرمى الفريق التونسي، وقال إن احنا تعاملنا مع المباراة بكل تركيز لكن ما كانش فيه توفيق، وقال إن اللعيبة تعاملت مع خطأ الهدف الأول بعدم أو بقلة خبرة شوية، وانتظروا من اللاعب التونسي أنه يعيد لهم الكرة في رمية التماس وده ما حصلش. هذا ما قاله كابتن حسام البدري للموقع الرسمي للنادي، لكنه كلام كمان اتكلم لقناة الوطنية التونسية. حديث الكابتن حسام البدري للتلفزيون التونسي هل اختلف عن... أنا بس عايز أتوقف عند التصريح في سياق هذا الكلام اللي قاله كابتن حسام بدري برضو عشان لتأكيد ان احنا احيانا بنتضخم الكلام وبنلمس على حاجات ما وصلتش للمرحلة دي. شدد البدري على ان الهدف الذي احرزه صالح جمعة في شباك النجم سيكون عاملا مساعدا في تأهل الاهلي بإذن الله الى نهائي دوري ابطال افريقيا. خلاص؟ اذا هو يشيد بالهدف ويشيد بصالح جمعة، لا تجد غضاضة في ان هو ينسب اليه الفضل لو صعد الفريق، وهذا عكس ما تم الترويج له ان في ازمة بين الاثنين وان في واقعة بين الاثنين. مدرب يعنف لعيب او بيقول له بطريقة حاسمة ايه يا ابني اللي بتعمله ده والتاني مش عارف ايه، وخلصت في هذا الاطار. اما تحويلها الى ازمة، الوسطاء يمتنعوا من فضلكم خارج الحلبة. هرجع لك مع الوسطاء الذين يجب أن يمتنعوا، لكن نشوف الكابتن حسام البدري للتلفزيون التونسي بعد المباراة. هل أنت راجع النتيجة؟ والله لازم أتكلم عن المباراة. أقول طبعا يعني المباراة كان فيها ندية ما بين الفريقين وفيها تباين في الأداء، في فترات النجم كان بيأدي بشكل كويس وفي فترات النادي الأهلي كان بيأدي فترة كويس بشكل كويس، لكن اعتقد طبعا ان احنا النهارده ما كناش موفقين، لان الهدف الاولاني تملي المباريات الكبيره دي بقول بيبقى الواحد حذر من كل حاجه. احنا بنتكلم على الفير بلاي، لكن انا بقول لعيبتي اخطات في التعامل بالذات بالهدف الاولاني، ان كان في يعني تاخر وعدم تركيز في ان الكره تطلع بره، فمعتقدين ان لعيب النجم ممكن يديهم الكره تاني، فده تقصير منهم في التركيز. يعني هو خطأ مننا، وفي نفس الوقت اعتقد ان احنا في فرصة كانت مؤكدة الشوط الاولاني برضو فقدناها. حسام ترقل الاهلي كثيرا ما استفاد من اخطاء الاندية التونسية. بتكلم عن المباراه، حضرتك بتكلمني عن المباراه، يعني انت بتكلمني عن المباراه، انا بكلمك عن المباراه، انت بتقول لي رايك في المباراه، بكلمك عن المباراه. هتكلمني عن اخطاء، استفاد من خطا من دفاع النجم. احنا ما استفدناش، احنا هو النجم اللي استفاد. يعني انت بتكلمني عن المباراه فانا برد لك على المباراه. اتفضل، عاوز تسال وجه السؤال اللي انت عاوز تساله. يعني هدفين لهدف، كيفاش تراه حظوظ الاهلي في مباراه العوده في القاهره؟ الاهلي عنده حظوظ ان شاء الله، لكن هي النتيجه مش حاسمه زي ما انا بقول، الهدف بيساعدنا بشكل كبير لكن النتيجه مش حاسمه، لابد ان احنا نحضر نفسنا بشكل كويس. الفرقتين عندهم حظوظ لكن الهدف بيساعدنا بشكل كبير ان شاء الله. الاهلي عاده ما يلقى صعوبات في ملعبه، ترى انه النجم قادر على العوده بورقه التاهل من القاهره؟ بالعكس، لا، صعوبات في ملعبه لا، الاهلي بيبقى عنده ادفانس كبير في ملعبه،
فان شاء الله يبقى التوفيق والادفانس ده ليه لصالحنا ان شاء الله على ملعبنا ان شاء الله. شنو باش تلعب يا كابتن مباراه العوده؟ اللي هنشوفه ان شاء الله ان شاء الله. شكرا كابتن. شكرا بشكرك. على جزئيه الوسطاء يمتنعون اللي اشار ليها المهندس عدلي فيما يخص علاقه اللاعب بالمدرب. صالح جمعه لاعب لديه موهبه حقيقيه ويستحق أن يحصل على فرصة كبيرة، لكن من يمنح الفرصة لصالح وغير صالح؟ المدير الفني. صالح جمعة كلما قدر فعلا يكون ترس في هذه الآلة الأهلوية هيكون في مقدوره بإذن الله تعالى صناعة مجد كبير جدا ليه. صالح جمعة لاعب يقدر يذهب إلى ما ذهب إليه أبو تريكة بدون مبالغة وبدون مصادرة برضو على المستقبل، لكن لاعب رقم واحد لديه الموهبة الأصيلة، رقم اثنين لديه القبول الجماهيري الواضح، لأنه مجرد ما أخذ بعض الماتشات القليلة وبعض الفرص حصل احتضان من الجمهور واهتمام من الجمهور ليه. وأظن احنا كنا هنا في ملك وكتابة مهتمين جدا بمساندة صالح جمعة ودعمه، ويمكن بعت لنا مع أكتر من زميل أنه فعلا ممتن للدور اللي احنا بنلعبه معاه، واحنا بنعمل ده مع كل لعيبه النادي. بس انت بتقول كلمه مهمه قوي، دعم ومسانده، بتقول يقدر يوصل الى افاق بعيده بعيده مثل ابو تريكه. اه طب يتصرف زي ابو تريكه في الحياه؟ وده اللي انا عايز اقوله في الملعب تحديدا وعلاقته بكره القدم. ده اللي ان هو يكرس حياته لكره القدم هيكسب شعب. اه عنده فرص انه يبقى نجم جماهيري غير مسبوق طبعا طبعا، لكن ده عايز شغل جامد جدا منه على نفسه. ايوه شغل على نفسه. ايوه ما تستناش انك انت عشان انت لعيب كويس تتعامل معامله خاصه. اه لا، كان ابو تريكه بيتعنف وكان بركات بيتعنف من جوسيه، وكان بيقعدوا احتياطي وكان بيتسحبوا وكان كل حاجه، ما بتدوش ماتشات وكانوا بينزلوا ساعه ما ينزلوا يحدثوا الفارق. انت بتعمل الجزئيه دي ساعه ما بتنزل بتحدث الفارق لحد صحيح دلوقتي. الباقي بقى عايزينك تكمله. لاعب مهم، تقدر تكون مهم جدا جدا وعلامه وهنا الفكره اساسيه في منتخب مصر. وهنا الفكره مش يكون زي ابو تريكه، ما حدش هيبقى زي حد، كل واحد لكن شخصيته. بنضرب المثل بابو في تريكه في شعبيته في لحجم النجاح اللي عمله ابو تريكه وقيمته عند الجمهور ودوره مع الفريق والتزامه بضوابط الفريق. بص بقى يا استاذ ابراهيم، اه قيمه ابو تريكه في ايه؟ اه وكابتن بركات وكابتن عماد النحاس وكابتن اسلام الشاطر وكابتن، انهم لما دخلوا الاهلي ذابوا في نسيج الاهلي واصبحوا لدى الجماهير رموز لنجوم اهلاويه حقيقيه. بالظبط دي اللي ناقصه صالح جمعه، ان يتحول ان حياته تبقى مرتبطه بالنادي الاهلي ويشعر الناس بكده. الكابتن شيكابالا بكل قيمته ما عملش انجازات كتير ولكنه لدى الجماهير نجم جماهير، ايقونه زملكاويه. اه لعلاقته بناديه. انت بقى تقدر تعمل دي، تقدر تكون ايقونه اهلاويه. عايز تكون ولا مش عايز ده موضوع تاني. ممكن تبقى لعيب كويس قوي مره في الاهلي مره بره الاهلي مره كده، لكن عايز تبقى حاجه تاريخيه في النادي الاهلي عندك الفرصه يا كابتن صالح. وصدقني الروشتة سهلة جدا والعيادة مفتوحة. كابتن حسام البدري كمدير فني من حقه يعنف يلوم يزعق يعاقب مدرس في الفصل. يعني هو من امتى كان المدرب مش من حقه يزعق للاعب، يزعق له يعاقبه يلومه يخرجه بره الملعب؟ كل ده في اطار علاقة لاعب بمدرب. انا بتكلم بس على مسؤولية الاعلام وحالة الشيزوفرينيا للأسف اللي بنلاقيها في بعض الممارسات المهنية، لأنه في الوقت اللي أنا بطالب بالنجاح، في الوقت اللي أنا بدافع على الانضباط، في الوقت اللي أنا مفترض أن أنا أسعى لتحقيق نجاح والنادي يبقى أقوى من اللاعب وفرض الأساسيات اللي من ضمنها اللاعب لاعب والمدرب ومدرب أدبيات الكابتن لطيف الله يرحمه، في الوقت اللي الإعلام معني ومسؤول ومهتم بكل هذه الضوابط الإدارية في علاقة لاعب بنادي وعلاقة مدرب بلاعب وعلاقة مدرب بنادي وعلاقة الإعلام كحارس لكل هذه القيم الرياضية، نلاقي فيه ترحيب بأي سلوك يخرج عن هذه الأطر.
بمعنى انه تبرير كمان ليه تبني خطأ من طرف زي وكيل اللاعبين. مين اللي ممكن يقول للوكيل اللاعبين لا ستوب انت كده بتهرج ده غلط؟ يعني ايه فريق موجود في معسكر في مهمة في مباراة مهمة وليلة مباراة وليكن في أزمة، مش هنقول ما فيش أزمة، في أي تاتش حصل أتدخل بإلقاء الزيت على النار وأقول هيمشي ومش هيمشي ويهدد؟ هل ده في إطار المسؤولية؟ هل ده في إطار الاهتمام على الأقل بمستقبل اللاعب وعلاقته بناديه؟ هل الأمور إذا كان الوكلاء زي ما المهندس عادل قال كل الوكلاء أو غالبيتهم هدفهم السعي لأي منافع ومصالح وعمولات مفهوم وفقا لعمله وفقا لدوره وفقا لشغلانته، لكن هل الإعلام ما هوش المسؤول عن حراسة كل هذه القيم؟ فريق في مهمة، مش هقول إن مفيش مشكلة، في مشكلة بس خلينا في حجمها الطبيعي، إزاي ما ينتصرش الإعلام لموقف مدرب في علاقته مع لاعب أو لاعب مع لاعب أو نادي مع لاعب؟ يعني خلي المشكلة في حجمها الطبيعي ومارس دورك التربوي المسؤول إنه إحنا أنا أنفق فيها وأحولها إلى أزمة. الكلام ده مهم جدا اللي بتقوله يا أستاذ إبراهيم. يعني إحنا عايزين مصر أحسن. يبقى عايزين نبني مواطن أحسن. بالظبط. يبقى عايزين المواطن مش هيتبني غير أخلاق نظام بالقيم الصح والغلط. بس. مش هيتبني غير لما أبقى أنحي العاطفة وأدعم القيمة والمبدأ عشان أطلع جيل منضبط يوم يفيد بلد نفسه ويفيد بلده ويفيد أسرته ويفيد شرعه طبعا. لكن لما بأنت أنا بمعاييري أنا اللي أقود الرأي العام أنا نفسي انتهازي وباخد من المشكلة اللي يحقق مقربي وتشجيعي وهويتي إذا كان اللعيب في الزمالك وأنا أهلاوي اولع بقى وهيجوا ودافع عن خطأه عشان يتضايق ويبقى فيه مشكله، ولما تيجي عند اللعيب بتاعي ابقى ممتعض. وشفنا الكلام ده لما الفانيلا البيضاء والفانيلا الحمراء والكابتن حسام، هنا اتحطت الفانيلا البيضاء كان ترحيب، اترفعت الفانيلا الحمراء بقى تسوق مش عارف ايه والراجل مخلص. ده برضو ده في الشيزوفرينيا. اذا احنا ما تخلينا مره كده نجرب دورنا القيادي كلنا. هو الناس بتقول ميثاق شرف، وميثاق الشرف انك تحط ايدك وتحلف، ما تخليه بينك وبين نفسك. انت راجل عايز تلعب دور القائد والمواجه للراي العام، العبه صح بقى، العبه صح تقوم تفيد فرقتك. يعني هو الاهلي ما اتبناش بالدفاع عن الخطا، وهو التتش ما كانش كده والكابتن صالح ما كانش يقول لنا كده، ولذلك هيقول لك الاهلي كل ما يخش قوته في ايه؟ كل ما يخش فيه الصح في موضوع يكسبه، لانه بيخش في الصح. صح. بيخش في الصح بس، ما دافعش عن خطا ولا عن تجاوز خالص ولا على ما بيخش خلوص. في حاجه فيها خطا. قضيه الكابتن حسني عبد الرب فضلنا وراها لحد ما اثبتنا ان نقدر ناخده بالقانون وحكم نهائي وبات، وجالنا الورق من استراسبورج وخده وطلعوا شهاده دوليه، وبعدين احترمنا رغبه اللاعب انه عايز يرجع في كلامه. بس بعد ما خدنا امام الراي العام وامام اتحاد الكوره حكمين نهائيين غير قابلين للايه؟ ستراسبورغ خدهم وخد فلوسه وبعت وقال كده العقد اتفعل. سيبنا بعد كده يحصل المصالحه وما استأنفناش على ان اللاعب ياخد عقوبه، لان مش هدفنا ده، هدفنا ان احنا بندافع عن موقف ما مشيناش غلط فيه. وعايزين تاريخيا نبين ان احنا كنا صح، مش قضيه ان اللاعب لازم يلبس فانيله الاهلي بالعافيه. فانت بتمشي ادي اتساقك مع ذاتك. النهارده احنا المكسب القريب مش هو الهدف، المكسب الحقيقي انتصارك للقيمه اللي بعد كده تدعمك في تربيتك لاولادك، في تربيتك لعيبتك، في جمعيتك العموميه المختلفه اللي بتفكر وتمنطق الامور، مش بتمشي بسطحيه العاطفه. فاهمني؟ كل ده بيميز النادي الاهلي. وعشان كده احنا ليه النهار نقعد نتكلم في تاريخ الاهلي وقيمه وثوابته والا بناه؟ هو ده اللي بيعمل الانتصارات. كابتن سيد عبد الحفيظ قال لجريده الوفد الاهلي اغلق صفحه مباراه النجم الساحلي، عايز يشير الى تفرغ الاهلي
للفترة القادمة مع استئناف الدوري عقب انتهاء الأجندة الدولية للفيفا ونهاية المنتخب الوطني بإذن الله تعالى من مباراة الكونغو. الموقع الرسمي للنادي تحدث عن حجم إصابة عبد الله السعيد وقال ان هو مزق في العضلة الخلفية ده واوضح الدكتور خالد محمود ان الفحص المبدئي يؤكد إصابة السعيد بمزق في العضلة الخلفية اضطراره للخروج قبل نهاية المباراة، واشار طبيب الأهلي الى ان اللاعب سوف يخضع لأشعة طبية فور وصول البعثة للقاهرة لتحديد البرنامج العلاجي الخاص به. وهنا نتمنى ان شاء الله كل الشفاء لعبد الله السعيد. بهذا الشكل مزق في الخلفية معناها في صعوبة حقيقية للحاقه بمباراة المنتخب مع الكونغو. لا هو المزق لو مزق مش شد، انما لو مزق لا ده ممكن يعدي الشهر طبعا فبالتالي نتمنى ان الأشعة اللي تحدث عنها الدكتور خالد محمود هيتم اجراءها النهاردة او بكرة عشان تبين حجم درجة المزق. يعني الكابتن ميدو كان سمعته بيقول لك المزق من الدرجة الأولى اللي هو أخف درجة بيحتاج من أسبوعين لثلاثة أخف درجة وتزداد بقى المدة مع درجة الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة ربنا يستر. هشام محمد الورقة اللي استخدمها الكابتن حسام البدري الورقة التعويضية لغياب حسام عاشور لعب من أكتر اللعيبة الموهوبة في مصر في نص الملعب. هشام محمد لما رجع النادي الأهلي كلنا فرحنا وانبسطنا إنه الأهلي استعاد واحد من ولاده المميزين فعلا، اللي حتى مانويل جوزيه انا فاكر كان كتير لما بيروح يتفرج على ماتشات هذا الفريق وهشام لعب فيه وكان بيسمى حتى الفرقه بتاعته فرقه هشام وكان بيتنبأ له بمستقبل جيد. ظروف حال الدنيا هو اللي طلعه وهو عنده 17 سنه هو اللي طلعه الفريق الاول فظروف حال الدنيا استمراره ومشي، ولما رجع الناس كلها انبسطت. يا جماعه هذا التحامل اللي حصل من بعض الناس على دور هشام في المباراه مش في صالح اللاعب ولا في صالح الكوره ولا في صالح الاهلي. ايه ده؟ على الاطلاق. ايه ده؟ لاعب ادى كل ما هو مطلوب منه وفقا للمدير الفني. في فني يا استاذ ابراهيم ان احنا قاعدين بنتفرج انا وحضرتك ويحصل حوار اثناء الماتش النتيجه مأثره علينا وتضيع الفرص ومتوترين وكده، كل واحد بيقول الصح فين والغلط فين وقد نتمادى بعضنا يغلط. ايوه. لكن دي في الحجرات المغلقه. لكن لو حولنا كلامنا الدردشه اللي بنقوله بينا وبين بعض نحطه على ورق والناس تقراه، لا ده احنا داخلين كده بقى في راي عام تاني، مش في راي مع نوع دول الجمهور هو المحفز وعمالين ندي المنافس بتاعنا اسباب الطعن فينا. ازاي الكلام ده؟ هشام يعني تم استبداله لانه لما وقع على ايده اصيب بكسر او باصابه كسر في اصبع اليد شايفينه اهو يمكن، وركب كبيرة على صباعه هيغيب 3 أسابيع، يعني كمان هشام محمد لن يلحق بمباراة برج العرب للأسف. برضو من ضمن خسائر الأهلي في المباراة حصول أحمد فتحي على الإنذار الثاني ومن ثم غيابه عن مباراة برج العرب، لكن الناس كانت اتكلمت أن وليد سليمان هو الآخر زي ما اتكتب على الشاشة في أثناء المباراة أنه أخذ إنذار، لكن ثبت انه لا ما خدش انذار والجهاز الاداري بياكد ان وليد لم يحصل على انذار في هذه المباراه. الاهلي والنجم الساحلي حفلت بوجبه فيديوهات دسمه جدا سواء في الفضائيات المصريه او الفضائيات العربيه كان فيها كلام مهم جدا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. موقعة سوسة فوز النجم الساحلي 2-1، عرض النادي الاهلي في هذه المباراة، فرص الفريقين في مباراة العودة كلها كانت على مائدة الفضائيات. حظيت بتحليل كتير جدا فيها اراء مختلفة، نحاول نتوقف مع حضراتكم عند عدد كبير من الفيديوهات اللي رصدت بالتحليل هذه المباراة، والبداية مع صخرة دفاع الأهلي في الفترة الذهبية الكابتن وائل جمعة.
مع كابتن وائل، لماذا غاب الأهلي عن هذه المواجهة؟ يعني زي ما قلنا قبل المباراة مهند، النجم الساحلي بيحترم الأهلي جدا جدا جدا، وشفنا الكلام ده على أرض الملعب النهاردة، التركيز الكبير جدا اللي فيه لعيبة النجم الساحلي. مباراة الترجي قلنا الحالة البدنية للعيبة الترجي سمحت للأهلي بالسيطرة وقتل المباراة، وده اللي حصل النهاردة. فريق النجم فريق واقف على رجله كويس، قادر انه يكمل مع النادي الاهلي المباراه بدنيا. النادي الاهلي مميز بدنيا جدا، وده اداله تفوق في اغلب فترات المباراه، ولكن في بعض اللاعبين مش في حالتهم النهارده، مش في الحاله وبقالهم فتره. يعني واحد زي عبد الله سعيد، ازارو، هشام النهارده اول مباراه ليه، مش برده ما ظهرش بالشكل اللي احنا منتظرينه بيه. ولا علي معلول ولا احمد فتحي. تحضير النجم مختلف ليه؟ لان زي ما انت بتقول كده، ما شفناش علي معلول النهارده، ما شفناش احمد فتحي وانطلاقاته. النجم قاري فرقه الاهلي بشكل كويس جدا، قفل الاطراف، خطوره وهجمات الاهلي دايما بيصنعها من على الاطراف. يعني فيلود تفوق على البدري في تحضير المباراه. تحضير للمباراه كان افضل من فريق النجم. السيطره على نص الملعب، استحوذ على نص الملعب بشكل كبير جدا. عمرو مرعي عمل مجهود كبير جدا، قدر انه يتعب رباعي خط الظهر، كان بيضغط على الاربعه اللي موجودين. حتى تغييرات فيلود مدرب النجم الساحلي، قدر انه يبدل عنصر بعنصر. اللاعب اللي كان بينزل كان بيأدي نفس الوظائف ونفس الاداء، في اداء جماعي افضل من اداء النادي الاهلي. طيب سعود لك وقت. طبعا الكابتن وائل جمعه مؤكد ان هو عرف يظبط اداؤه انه يبقى راجل محلل، عواطفه طبعا مؤكد مع النادي الاهلي، ولكن بيرصد ما يراه ومقتنع به من منظور التحليل. وكان يرى ان المدرب النجم استطاع ان يقرا مفاتيح لعب الاهلي وقفل على الاطراف، وده مكنه من القضاء على خطوره الاهلي، رغم ان الكثيرون يروي يا استاذ ابراهيم ان الاهلي كان له فرص كثيره. ايوه. طيب ما هو لو شفنا الجون الثاني ده، كان انا بتفرج عليه غريب جدا. ايه الثغره والمساحه؟ يعني انت خدت اللعيب اللي ماسكك، اللعيب اللي مغطي وراه ماسك زميله، مش قافل السكه عليه. ثلاث لعيبه الاهلي واقفين على خط واحد، محدش قافل السكه، يعني تبدو كانها خطا اكرامي. لما تشوف الزاويه اللي شاط منها بعد كده، لا صعبه جدا على اكرامي. ليه؟ لان هو خدها والزاويه المسار بتاع الكره اللي شاط فيها حددوا له مسار الشوطه. يعني الانبوب الفاضي ده هو اللي شاط منه. أيوه. وهو بعيد جدا عن في ارتفاع قاتل، بعيد عن اكرامي. ما كانش فيه مضايقه وهو بيشوط. طب راي وائل كمان في الناحيه البدنيه، قال لك الحاله البدنيه للاهلي هي اللي مكنته من التفوق على الترجي. بص بقى، انا عايز اتوقف لان الحقيقه تركيزنا في التحليل كله من ماتش الرجاء على الفارق في اللياقه البدنيه بيننا وبين الفرق، مش على الفرق التونسيه. وده اللي تنبه له، ممكن يكون موجود وممكن يكون في حاله النجم الساحلي مش موجود. مش بالضروره ان انا مع فريق بيلعب كوره. اصل بص، النجم الساحلي فريق تكتيكي، ها، والترجي فريق كوره جماعي مع حلويات الكوره، بيحبوا يهاجموا ويحبوا يدافعوا، يعني زينا يعني. انما فريق الترجي فريق النجم صعوبته باستمرار، اسلوبه كده تكتيكي قوي، فهم مؤكد بدنيا اعلى من الترجي. فمش عايزين رغم ان هم يعني مش اصل انت لو رهنت على الكل. يعني بص يا استاذ ابراهيم، لو انت رهنت باستمرار ان انا متفوق عليهم بدنيا، خططيا هتبني على كده. ان انا اوقعهم واسيطر، اوقعهم لا، احيانا بخدع نفسي. انا وانا بحط تخطيطي اكون عارف اني بلاعب ايكول، منافس ليا بيكافئني في كل حاجه. هو اللي ممكن يكون واضح بين المباراتين، الاعداد النفسي لفريق الاهلي بين المباراتين اختلف، بين ان دي مباراه اولى وما بين هناك مباراه لا تقبل القسمه، فكانت التعامل النفسي من قبل اللعيبه مع المباراتين اختلف. طيب نشوف رأي تونسي بقى للكابتن حاتم الطرابلسي. ما كانت نتيجة مباراة الذهاب
في تونس او في القاهره كما كانت مباراه الذهاب هدفين لمثليهما في مباراه الترجي، ثم الاهلي قام برد الفعل وانتصر في 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 تونس. لا احد يشك في قيمه نادي الاهلي، وانا اظن انه تحضير مباراه الترجي لم يحضر مباراته بشكل جيد ولذلك خسر المباراه، على عكس النجم الساحلي اللي من الواضح انه في تحضير المباراه حضر مباراته بشكل اكثر من ممتاز. ولا ننسى ان مباراه الفارطه قبل اسبوع مستوى الدفاع كيف كان النجم الساحلي والمساحات التي كانت في الخلف، والنادي الاهلي طرابلس كم من مره ينفرد بحارس البربولي ويضيع الفرصه. مباراه اليوم اكيد ان هنالك فرص للنادي الاهلي لكن باقل على مما كان عليه في الاسبوع الفارط. تحضير مباراه وصول اللاعبين لمباراه اليوم في مستوى عالي على المستوى البدني الفني، تحضير مباراه رده فعل بعد هدف التعادل. انا اعلم جيدا على الانديه التونسيه انها تعرف تسافر خارج تونس وعندها الخبره الكافيه للتعامل في المباراه، مع انه لابد من احترام فريق الاهلي المصري كفريق جيد وكفريق قادر ان يحسم المباراه. وتاريخ الانديه كما انه الاهلي فاز في عده مباريات في تونس كما الانديه التونسيه عادت بنتائج ايجابيه من مصر. ولذلك الان نجم الساحلي دراسه جيده للمباراه، صعود معناه فيه توازن، لما يشعر بالخطر يتاخر الفريق بالرغم انه الاهلي ما هذا انه الاهلي كان قادر ان يسجل، ما هذا التحفظ وما هذا الاحترام، والاهلي كان خطير على الـ على الـ على مرمى مرمى النجم الساحلي. ولذلك لابد الان انتصار، لهم الحق ان يفرحوا قليلا بعض اللاعبين والمدرب بهذا الانتصار من تفوق لفيلود تفوق واضح، لكن لابد بعد يومين ان تنسى هذه المباراه وان تفكر في مباراه العوده، لانه انا اظن حسب رايي أن كيف تعامل مع مباراه العوده اسهل مباراه اليوم. كيف شاهدت كابتن حاتم الطرابلسي بيقول لك من المؤكد انه يمكن اخر جمله لي انه مباراه العوده هتكون اسهل على النجم الساحلي من مباراه الذهاب. هو شايف انه النجم عالج اخطائه اللي ظهرت في الدفاع زي ما ظهرت في مباراته مع الاهلي الليبي، وقال ان الفريق الليبي رغم ان هو وصل كتير للمرمى التونسي وكان يهدد كتير فريق النجم. على فكرة من الحاجات دي المباراه دي اللي خدعتنا. ايوه ان الاهلي الليبي كان يستطيع كان خطف شوارع التعادل او كان شوارع في النجم. ومع هذا قدر المدرب الفرنسي يعالج كل هذه الاخطاء ويتعامل مع الاهلي بكل هذا الاحترام وهذا الحذر برغم كل ده. زي ما قال حاتم الطرابلسي وصل الاهلي للمرمى التونسي كتير. ده راي حاتم الطرابلسي التونسي. نشوف الكابتن عصام عبد المنعم يتحدث لدي ام سي. في الجزء الثاني من الحريف وضيف حضراتكم كابتن عصام عبد المنعم نجم مصر والنادي الاهلي. كابتن عصام اهلا وسهلا بحضرتك، وحشني كتير جدا. اخبارك؟ اهلا بك يا ابراهيم. انت مش وحشني، بشوفك على الشاشه. شرف ليا يا كابتن عصام والله شرف ليا. اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بك. اهلا وسهلا. كله تمام الحمد لله. رايك ايه النهارده في اداء النادي الاهلي مباشره؟ يلا خلينا نخش على اللقاء. والله الاداء ما فيش تقصير. يعني ما فيش حد نقدر نشير اليه بالتقصير. ظروف ماتش زي ما احنا عارفين انه ملعب نجم الساحلي في سوسة يعني زي ملعب الاسماعيلي بالنسبة للدرويش. ايوه برضو مدينة ملعب بتاع زمان ملعب صغير ومدينة تشبه في ساحلية كمان ساحلية وكرة بالنسبة لهم نمرة واحد ونمرة اثنين فيعني مدينة كروية وهو فريق أصعب بكثير من الترجي. الترجي فريق العاصمة وكل حاجة لكن النجم الساحلي دايما أصعب ومبارياته على ملعبه صعبة جدا. 22 مباراة متتالية، دي المباراة رقم 22 ما خسرش فيها النجم الساحلي على أرضه وسط جمهور في إفريقيا. صعب جدا في إفريقيا. صعب جدا طبعا. صعب جدا الفوز على النجم لكن خارج ملعبه مش صعب. لا مش صعب. النادي الاهلي يعني النهارده قد يكون يعني هناك بعض الامور الخاصه بتشكيله الهجوم اللي هي على راسها راس الحربه. عايزك تجيب لي يا شوارب صوره التسديده على اكرامي في الجون الثاني.
عشان دي هتؤكد. طبعا الكابتن عصام قال لك ما حدش أثر، واضح ان ما كانش في حد بيأثر بمعنى أثر، لكن في حاجات اخطاء حصلت، منها عايزين نشوف صورة الجون ده. الناس في قسوة شوية على شريف، لو سمحت حط لنا اخر صورة للهدف، يا صورة مش ال، او لو عندك اللقطة اهي، بص اللاعب الاحمر شايت منين؟ ها؟ داخل ال 18 ولوحده وبدون ضغط وشايف الزاوية. فواضح جدا ان مكان كان لا يعاني، انت دخلته اكنه بيشوط ضربة جزاء، شايف؟ اعتقد او على حدود ال 18، هي بصرف النظر الدنيا مفتوحة قدامه خالص مثل ضربة الجزاء، ولا يتعرض لضغط ولا يتعرض لحاجة. لكن نرجع تاني طيب ونشوف الكابتن احمد حسام ميدو وهو يتحدث. احمد حسام ميدو. يعني تفكير طبيعي وتصرف طبيعي من الكابتن حسام البدري ان هو بيلعب بره ملعبه مباراه الذهاب قبل نهائي بطوله افريقيا، طبيعي ان يبقى مدي تعليمات للظهراء الجنب بتوعه ان هم يبقى التقدم بحساب وبحذر. النهارده يعني رغم المستوى اللي ظهر بيه النجم الساحلي، لان ما زال فريق كبير، فريق لو تركت له مساحات وسبت له مساحات عنده لعيبه تقدر تعمل لك مشاكل. عمرو المرعي مميز جدا في التحرك في ظهر ظهراي الجنب، بنجوره لعيب مميز جدا بيقدر يتحرك كويس جدا وبيقدر يقف على الكوره كويس جدا. فطبيعي ان كابتن حسام كان يقول التقدم بحذر. احمد فتحي كان عنده شويه ادوار اكتر شويه من ما ينفعش اوفر واحد، يعني الشوط الاولاني عمل اوفر واحده مش غيرها كده من تحت شويه، الكره اللي عبد الله السعيد عملها له وداس عليها كويس جدا وعملها بالعرض، ولكن معلول كان طبيعي ان هو يفضل واقف بشكل اكبر. طبيعي يا كابتن مدحت، لان الجبهه اليمين بتاعتهم قويه. بالظبط الباك رايت بيهاجم كويس جدا، حتى في اهلي طرابلس سجلوا الاثنين من ناحيه اليمين. الباك رايت بيهاجم كويس جدا، بلس ان بنجوره دايما بيميل ناحيه اليمين كل لعبه، هو لعبه بيميل على طول بيميل ناحيه اليمين. فتفكير طبيعي. لازم يعني الناس لازم تفهم ان انت بتلعب بره ملعبك وما ينفعش ان انت تفتح مساحات الا لو كنت محتاج ان انت تفتح مساحات لا قدر الله لو النتيجه سلبيه. ولكن انا شايف ان الاثنين احمد فتحي وعلي في محله لعبوا ماتش كويس. طيب راي احمد حسام ميدو، راي كمان الكابتن علي ماهر عن هذه المباراه نشوفه. هو كان علي كان لازم يبقى يتحرر اكتر من كده، لازم يطلع، لازم يبقى ليه دور. علي معلول ما تحسش بيه غير من كم الكورسات اللي بيعملها دايما. فعشان كده النهارده حتى وليد ازار النهارده اتغير، لان ما كانش فيه اللي انت حضرتك كنت بتقوله ده، اللي هو فيش كم الكورسات ولا من اليمين ولا من الشمال. يعني ما فيش حاجه خالص لعلي معلول، وهو ما كان بيروح على الاطراف بالتالي عشان يستلم. فلكن هم كانوا قلقانين برده من الباك رايت عشان هو بيطلع على طول، وبنجوره بيميل دايما ناحيه اليمين، ولعيب كره تقيل بيعرف ياخد الكره كويس، بيعرف يتقل على كورته، بيعرف يعدي. النهارده عمل واحده النهارده في الاثنين، في رامي احنا شفناها جوه، في رامي وعلي معلول الاثنين عدى منهم الاثنين وداس عليهم، مع ان رامي سريع جدا داس عليهم ودخل لجوه وعملها بالعرض، بس شريف اكرامي اتعامل معاها بشكل كويس. فانا شايف ان علي معلول ما بيبانش غير دايما في حته الهجوم بتاعته، لان هو بيطلع على طول وحافظه. هو كان ممكن علي كان يقدر يتعامل برضو اكتر من كده شويه، لان علي المفروض حافظه كويس، يعني بيلعب معاه في المنتخب، هما الاثنين هما الباكين بتوع المنتخب ده، باك رايت وعلي معلول الباك ليفت بتاع المنتخب. بالظبط. فانا شايف برضو طرفين بتوع المنتخب، واحد بالزبط. في الاهلي شمال وواحد في النجم يمين. بس ممكن كابتن علي، يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن ان كان علي ياخد ادوار بشكل اكبر في وجود حسام عاشور. يعني لو حسام موجود، ودي قيمه حسام. صح. لا يعني لو حسام مش ممكن ان هو يتحرر، انما في وجود عمرو السوليه وهشام محمد على الدايره، انا شايف ان كان لازم ان معلول يقف، وكان لازم ان احمد فتحي يبقى واقف. دي تعليمات كابتن، لان كابتن رامي ربيعه افضل لاعب كان في الاهلي النهارده من وجهه نظري واحد بس، يعني وليد سليمان كان، انا شايف ان هو كان من اللعيبه كانت كويسه جدا، كان يعني بيقوم بالدورين. انا احمد فتحي الشوط الاولاني كباك رايت كان قافل الحته دي كويس جدا. طيب الكلام كله الطرفين علي معلول وكابتن احمد فتحي، والملاحظه القيمه ان الباكين بتوع منتخب تونس كانوا بيواجهوا بعض، والملاحظه المهمه جدا ان لو كان حسام عاشور موجود
كان ادى اريحيه ان علي يستطيع ان يتقدم دون ان تكون هناك ثغرات خلفه. ودي نقطه مهمه جدا بتبين احيانا الناس اللي احنا مش متعودين نشوفها واهميتها لما بنفتقد دورها بنحس بيه. ايضا من الناس اللي كانت بتساعد علي معلول او غير علي معلول وجود واحده مؤمن زكريا، لانه كان يستطيع باستمرار وهو موجود في المناطق الهجوميه ان يؤدي دوره الدفاعي بمنتهى الانضباط والجديه. طيب ما تيجي نشوف بقى الصادق الصادق قحبيش يتحدث في قناة الوطنية التونسية. أسوأ أن النجم درس مليح الأهلي، استفاد من مباراته مع الترجي. النجم درس الأهلي مليح والنجم حط الخطة المثلى معناها باش يحد من قوة الأهلي، لكن في نفس الوقت لعب على نقاط القوه نتاعو. وهذا يحسب والحاجه الباهي انه راه في وضعيات مختلفه، يعطيك صح، راه متعادل، راه منهزم، راه منتصر، معناها شاف تقريبا من النجم في وضعيات الكل. النجم اليوم كما كان يحكي خالد بدا المباراه بروح انتصاريه وقتاليه، خلينا نقولوا النجم سدد 15 مره اليوم منهم سبعه تسديدات مؤطره، والحارس كرامي منع خمسه اهداف، معناها كان في الكاج نتاعو. الاهلي ما كانش خطير جمله اليوم. الحاجه اللي حكمت في المباراه صحيح قوة النجم، وصحيح معناها برشا عباد نجم يقول لك الاهلي كان ناقص حسام عاشور ولا كان ناقص اكس ولا جمعه ولا ايجريك، ما الاهلي يقعد ديما الاهلي وما يتاثرش بغياب ولا ما يتاثرش باصابه. النجم زاد كان ناقص مهاجمه الاول اللي هو بعد نهايه المباراه. هو النجم نفهم التاريخ سيسجل 2-1 للنجم امام الاهلي، والمهم انه النجم ربح مباراته هذيا وباش يمشي يلعب في مصر. المهم النجم ربح، والتاريخ لن يسجل الا انه النجم ربح الاهلي. لا تقول لي بقى روح رياضيه ولا فير بلاي ولا الاهلي سيطر ولا التوفيق ولا الحكم، هي فعلا في الاخر كده. طيب قول زي ما تقول العرجون العرجون العرجون، النجم ربح ومصر 3-1. النجم الساحلي كسب 3-1. طيب ده راي الصادق قحبيش في التلفزيون الوطني التونسي. نشوف كمان زميله سمير السليمي عن هذه المباراه. ده كان لعيب رائع سمير السليمي. كله كان ديشي استغلوا الاهلي المصري عن طريق الضغط على حامل الكره وسجل الهدف. اذا الهدف لا يتحمل مسؤوليته لاعب وحيد فقط، ولكن يتحمل مسؤوليته كافه الملاعبيه. وعلاش انا اكدت على اللقطه هذه؟ لاني نتمنى انه في لقاء العوده النجم يتفادى مثل هالاخطاء، لانه هو النجم الاجدر على مستوى التاهل. انا اقول انه النجم افضل من الاهلي المصري، ولكن لابد عليه من حسن التعامل مع هذا اللقاء. اللي بقى لي في خلاصه بسرعة من الماتش الاول ولا الماتش الاولى بين الاتوال وبين الاهلي المصري، انه اولا الاتوال لعبت بروح قتاليه كبيره برشا، وهذا ما اكد عليه سيدي اشرف الدين. الاتوال لعبت من الدقيقه الاولى فما روح انتصاريه كبيره برشا للدقيقه 90 حقيقه. الاتوال لعبت بروح انتصاريه، فما حسن التعامل مع المجريات اللقاء، لانه يعني الاتوال لعب ضغط من الاول ثم تراجع للخلف ويلعب الكونتر ثم في الاخير ولا يلعب الضغط على حامل الكره ولا يقتل البدنيه سمحته بذلك، حتى تغييراته كانت موجهه. يبقى اللمسه الاخيره في الاتوال اللي لابد من عليه من تحسينها، يبقى كذلك يستغل النجم الرياضي السياحلي الكرات الثابته، لانه النجم الرياضي السياحلي كان خطير جدا على مستوى الكرات الثابته، ولكن مالوروزمون ما استعملهمش. ثم كذلك ثلاثه تسديدات على المرمى كانوا مخطرين شويه بالنسبه للاتوال. البريغي سدد كان خطير، صمتو النجم الرياضي السياحلي استحق الانتصار نتاعو عن جداره، والنتيجه كان يمكن ان تكون ارفع من ذلك، ولكن يبقى انتصار مهم امام عملاق اسمه الاهلي المصري. يعني نفسهم كان يستطيع ان يفوز باكثر من ذلك، والاهلي كان يستطيع ان يفوز، ونتيجه في فرص ضايعه هنا وفرص ضايعه هنا. ولكن العين تملي بتشوف بالطريقه اللي عايزه تشوف بيها. هو يعني يتحيز للانديه التونسيه وده حقه، واستطاع ان يرى ان النجم الساحلي كان يستطيع ان يفوز بنتيجه اكبر، بس نسي ان النادي الاهلي ايضا اضاع الكثير من الفرص وما كان يستحق اقل من التعادل. على اي حال نشوف خالد الملهي يتحدث في قناه ايضا الوطنيه. كل ده بنوريكم ازاي تلقوا فوز ما هو كانوا مستنينه قوي قوي، فوز النجم الساحلي
كل التعليق في قنوات تونس من هؤلاء النجوم تشعرك انهم كانوا مستنيين هذا الفوز قوي قوي قوي. الشوط الثاني ممكن العكس، كان العباد يتصور اللي نجم باش يواصل بنفس طريق الشوط الاولاني، بالعكس فما تفكير انه لازم يحسم المباراه واللي ما عنده حتى خوف من الاهلي المصري، يتقدم ضغط، جاء الهدف نتاع التعديل، لكن النجم واصل على نفس المنهج انه يضغط عالي، فك الكره في منطقه تكون قريبه لمناطق الاهلي المصري. هنا حتى الاهلي المصري راه عمل عديد الاخطاء الفنيه، ممكن غياب زاد راه هنا البلاك تورنات نتاع الاهلي المصري حسام عاشور اللي ما كانش موجود اليوم، اثر يعني بصفه كبيره على وسط الميدان نتاع الاهلي المصري. الاهلي بالعكس ممكن هذا اللي ضر في اليوم في 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 لاعبي الوسط الدفاعيين اللي هما بن عمرو ترابلسي اللي كان دورهم كبير ياسر، بويسك اللي خلاه الحريه كبيره للظاهرين مش يطلعوا ما عندهم حتى مشكله في الكوفرتور، ايهاب المزاكري كيف كيف الدور نتاعو كان كبير ياسر اليوم، مرعي مريناهش ياسر ممكن في ديزاكسيون جو، لكن العمل التكتيكي والضغط على المدافعين كان ممتاز فيه. النجم الرياضي الساحلي يستحق الانتصار نتاعو، كنا نتمناو باكثر فارق، وكان ينجم الحقيقه كان نجم ينتصر حتى باكثر مزود اهداف، لكن توا الماتش هذا لازم تتوافى، فما مقابله نتاع اياب ضد فريق كبير، لازم ما نعطيه الاهلي المصري الحجم نتاعو الحقيقي، ما لازموش النجم يتغر بالانتصار هذا، صحيح تقدم مهم ضد نادي كبير، لكن المقابله نتاع الاياب شكون مقابله صعبه ياسر. طيب واضح جدا الاراء التونسيه، اولا سعداء جدا بالفوز ده حسب ما اقدر اترجم بقى، يعني سعداء جدا بهذا الفوز اللي تحقق، بيحترموا الاهلي جدا، لكن عندهم ثقه في الاتوال اللي هو النجم في مباراه العوده، وعشان كده لازم نكون عندنا قدر كبير جدا من التركيز ومن الحذر. احتفالاتهم في الشوارع زي ما انتم شايفين، الفوز لو احنا هنا مكانهم، لو الاهلي حقق الفوز هنا 2-1 كانت اتعملت جنازه، لكن الناس قيمه الاهلي وحجم الاهلي وخوفهم من الاهلي واللي حصل من الاهلي مع الترجي خلى جماهير النجم سعيده بالفوز، حتى وان كان فوز محدود او نتيجته غير مؤثره كتير على مجريات مباراه العوده ان شاء الله. خلينا نروح بقى نشوف اراء جمال الشريف على طول في التحكيم. طب ما تشوف عمرو اديب. ايوه فين؟ نشوف عمرو اديب في قناه اون اي، شاف فوز النجم الساحلي على الاهلي والموقف ايه المره دي بقى. مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من كل يوم. في بدايه البرنامج بحب يعني اهني النادي الاهلي على النتيجه اللي هي هزيمه، ولكن هي شكلها انتصرنا. يعني شكلها ايه؟ انتصرنا. هو الاهلي هنا يجيب جون وهننبسط جدا ونبقى سعداء. اما بتفرج على الاهلي وهو بيلعب في حاجة غريبة، في شيء تبقى مش فاهم، يعني اللعيبة في بينهم خيط واحد، في بينهم حاجة بتحركهم كلهم، في حاجة بتخليهم عايزين يكسبوا، يعني صالح جمعة، اللعيبة اللي موجودة، المدافعين، المهاجمين، كل الناس اللي في الملعب تحت الضغط والجمهور والتعب وكل حاجة، لكن الأهلي في حاجة، يعني معلش انا دايما تعبير روح الفانيلا الحمراء ده بيبقى مطاط قوي بالنسبه لي، بس باشعر يمكن تقول ايه، تقول عليها كلمه المسؤوليه. النادي الاهلي فريق مسؤول، يعني من ايام ما كان كابتن محمود الخطيب بيلعب تحس انه في الملعب اللعيبه مسؤوله. هو التعبير كده صح، انا ايه التعبير الصح، يعني اللعيبه كلها مسؤوله في الملعب، عنده احساس بالمسؤوليه، عنده احساس بالجديه، مفيش لا مفيش اهو ماتش وعد، لا في جديه شديده وفي مسؤوليه شديده. ان شاء الله النادي الاهلي اما يرجع هنا في مصر ويكسب ويعدي وننبسط بيه. عايز اقول لحضراتكم انه انا ببقى سعيد لسعاده الناس، يعني ببقى سعيد جدا، وعايز اقول لكم ان انا طول ما انا قاعد في المحطه الاهلي يعني مفيش اي حاجه، يعني ما بلاقيش حد مواطن جنبي يعمل معايا اي حاجه، كل المواطنين اللي حواليا اهلاويه
وبعرف الجون من وانا في الاوضه، يعني من وانا في الاوضه اروح طالع ابص ايه ده، وريني الاعاده شكله عامل ازاي، حصل ايه، بعرف من الاوضه. الهجمه صوتها بيهز مصر، يعني ما يبقى في هجمه كبيره كان في بعد كده الاهلي كان ممكن يجيب اجوان تانية، تعرف برضو كان في كام هجمه. الناس بتقدر اللعيبه بتاعتها واللعيبه بتاعتها بتقدرها، مبروك للنادي الاهلي، هي هزيمه ولكن فيها نصره، شكلها فيها انتصار. انا مبسوط ان عمرو اديب ده زملكاوي، لان لو مش زملكاوي مش هنسمع الكلام اللي له طعم مختلف ده. الراجل ده فعلا يا جماعه له طعم مختلف، وهو نعمه المنافس او نعمه مش هسميه الخصم، لانه حتى يعني ما بيشعر انه من مسؤوليته ان يؤازر النادي الاهلي لا يبخل. يعني هو النهارده كان ممكن يطلع يشمت زي ناس كتير ويهري، لكن طالع بيقول لك ادالك حق، يعني ادالك حاجه لازم تلتفت اليها. هو الاهلي كان فيه روح واستطاع ان يجيب جون وفرقه مسؤوله، ترجمها الكابتن عصام وقال لك ما حدش اثر، لكن احنا بمشاعرنا بنبقى زعلانين ان احنا خسرنا، لان خلاص تصورنا ان لازم اما نروح تونس لازم نكسب. وهي دي الخطوره يا جماعه، هي دي الخطوره، ان احنا بقينا بنقيم نفسنا. ما هو في الاخر احنا في دوري مصري ومستوى معين، ما احناش في دوري اسباني لا برشلونه ولا ريال مدريد ولا حاجات محسومه، احنا في دوري احنا الاحسن فيه، الاحسن في القاره، الاحسن هنتمادى ونقول في المنطقه، لكن في الاخر في مستوى عام ما نقدرش نقول الاهلي يروح يكسب بره وجوه لازم. على اي حال انا برضو عايز اروح للتحكيم، لانه في رغي في الحته دي كتير يا استاذ ابراهيم. تحكيم وكانه مباريات الاهلي مع النجم الساحلي دايما محطوطه على سطح تحكيمي ساخن شويه. كتير من الوقائع في مباريات الاهلي والنجم الساحلي بتثير الجدل. اللي حصل من الحكم الجابوني في سوسه خلى جمال الشريف سجل عليه ملاحظات كتيره قوي. قبل ما نروح لوقائع جمال الشريف ونقده للحكم الجابوني، هنفكر حضراتكم باللي كان حصل في 2007. 2007 ضربتين جزاء للاهلي قدام النجم الساحلي في مباراه العرجون الشهيره، هنفكركم بيها قبل ما نخش على جمال الشريف. مثل جول تبقى اخطر اخطر، هي دي هوبا ابو تريكه، يلا ابو تريكه ضربه جزاء، يلا ايه يا راجل، ايه يا راجل، ايه يا ابو تريكه رايح ياخد ضربه الجزاء صح، ما اداش ضربه جزاء العرجون، هتشوفها يا ريت بس المخرج يعيدها لنا حلوه ويعيدها لنا بالبطيء. ابو تريكه رايح وعدى يا راجل، فيها ايه؟ فيها ايه؟ مش فاهم انا، عدى خلاص المدافع لعب على رجله، تشوف تاني، تشوف تاني ضربه جزاء صحيحه 100% 100%، خلاص ابو تريكه عدى، ايده ولا مش ايده، هتشوف المنطقه. انت هتحسب امتى؟ هتحسب امتى؟ لازم نشوف الحاجات دي بتتعاد، هل جاش ايده ولا لا؟ وبعد كده احمد شريف جوه المنطقه بيفوت، انما في عرقله هنشوفها، هنشوفها هنا مره ثانيه، يا ريت بس المخرج يديها لنا واضحه عشان نشوف ونحكم مع بعض. عشان نشوف ونحكم مع بعض، بتاعت ابو تريكه فين؟ فيها هنا عرقله اهي، زقه ودفعه بايد. يعني عبد الرحيم العرجون في ظهر اللاعب، يعني التدليس، التدليس يا استاذ ورعايته، التدليس يبقى اسمه ايه؟ غير اللي بنشوفه ده. ما علينا، عشان نلحق بس نشوف برضو جمال الشريف في هذه المباراه كيف راى التحكيم، لان برضو هم وقفوا عند ان قال ان الجون بتاع الاهلي فاول. طب شوفوا بقيه الاراء، ما تاخدوش بقى جزء وسيبوا الاجزاء. الحالة الثانية كانت في الدقيقة 14، استغرب قبل ان يحصل الهدف، هدف الذي هدف فريق النجم الساحلي، نلحظ هنا عملية دخول كرة ابعدت، نلحظ يستمر اللاعب باسفل قدمه باتجاه ساق، طبعا هنا بن جورا ضد علي معلول، واضح هناك مخالفة عمد. يعني انا استغرب وجود مخالفة اولا قبل كل شيء، هناك مخالفة قبل ان نحصل. نلحظ هنا وهنا عملية ركل، انا رأيي عنيف،
هنا مهاجم الانذار. انا اعتقد تستحق اكثر، تستحق تصل الى درجه الطرد لسبب اساسي، لانه لا يلعب على الكره، لانه يهاجم المنافس اثناء المنافس على الكره، مما يهدد سلامه المنافس. عندما تهدد سلامه المنافس تلعب باسفل القدم بالبراغي او ما يسمى، وتلعب على 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 الساق بهذا الشكل، الطرد حتمي. الانقضاض على اللاعب من الامام، من الخلف، من الجانب، طيب، مما يهدد سلامته، يجب ان يطرد. على الاقل هناك مخالفه، على الاقل ايقاف اللاعب، يعني لا وجود لاتاحه فرصه. اللاعب المدافع ارتكب ضده المخالفه داخل منطقة جزائي. اذا تلخيص لهذه الحاله، بنغورا يستحق البطاقه الحمراء وفاول لصالح الاهلي، ولكن يحدث انت سهل الحكم يذهب باتجاه مخالفه، اضافه الانذار يعتبر ذلك تهورا. انا اعتقد بان هناك مهاجمه شببت خطوره على اللاعب المنافس، وبالتالي يجب ان نذهب باتجاه الطرد، وهذا حاليا هناك تجديد عليه في معظم البطولات الاوروبيه. يعني كابتن جمال الشريف سجل بشكل واضح جدا انه هدف النجم الساحلي من منبته حرام، من اصل اللعبه في هذه المهاجمه الخطره جدا من بنجوره على علي معلول كان يستحق مش فاول للاهلي بس، بنجوره يستحق الكارت الاحمر. اولا علي لعب الكوره، ثانيا الثاني ما راحش على ناحيه الكوره خالص، ده داس على ساقه كان يقدر يطمها له كسر مضاعف. تصور ان اللعبه دي تنتهي بهجمه فاول، تعمل رمي التماس علشان يسجلوا منها، يعني حاجه غريبه جدا. يعني انت المفروض تلعب فاول ليك وطرد للبنجوره، يعني يا جماعه هو ده بقى الفير بلاي من الحكم بقى. الحكم ما لعبش بمنطق الفير بلاي، عشان بعد كده يمكن يكون خد تاثر، ما يقدرش يحسب اللمسه بقى اللي خدها صالح جمعه وجاب منها الجول. للموضوعيه وللامانه، زي ما الكابتن جمال الشريف ابطل هدف النجم الساحلي خالص وقال بالعكس كان فاول للاهلي وطرد لبنجوره، هو كمان قال في تحليله انه صالح جمعه في الهدف بتاعه لمس رجل المدافع التونسي اللي وقع، وكانت تستحق فاول للترجي مش هدف للاهلي. دي للموضوعيه، لكن كمان جمال الشريف سجل للاهلي حقا شرعيا مهدرا. نشوفه. اعتقد هنا وليد ازارو يحصل على الكره مسافه قريبه، يبعد الكره، هنا عمليه التقدم باستخدام الركبه على الفخذ الايمن. اللاعب هنا في هذه اللحظه وهو بوغطاس كان يتوجب عليه ان لا يمد ساقه. قد يكون اللاعب المسافة قريبة بين اللاعبين، اللاعب أزارو غير مسار الكرة 100%. قد هنا يجب على اللاعب المدافع أن يتوقف، عندما إن توقف وتم الاصطدام فالاصطدام طبيعي. إيده ورجله كابتن جمال. تماما. لكن هنا يعني ركلة جزاء حرك ساقه صريحة للأهلي لم تحتسب. حرك الساق باتجاه الساق اليسرى باتجاه اللاعب الذي إيده الشمال. إيده الشمال دي طبعا إضافة لليد، اليد قد تكون لا تكون طبعا نحن نحتاج إلى مسك يعني. حاتم عايز تسمع صوتك. ايوه. انا اعتقد نلحظ هنا عمليه، اذا عدنا سابقا شو نلحظ كيف تحركت الركبه بقدم اليسرى باتجاه اللاعب، هنا صدمت الركبه على مستوى الفخذ، بالتالي هنا طيب. التحام دون بحث. اذا ركله جزاء لم تحتسب لصالح الاهلي. في الدقيقه 66 يعني مخالفتين مزدوجتين، مخالفه في وسط الملعب عند دائره والحكم يقف على خط منتصف الملعب، اذا على بعد حوالي 9 أمتار تقريبا. قرار واضح تماما بان وليد سليمان لاعب الاهلي ارتكب مخالفه ضد ابن عمر، مخالفه عرقله، هذه المخالفه الاولى، هنا مخالفه عرقله. سنلحظ كيف ابعد القدم بقدمه اليمنى، القدم اليسرى، مما اعاق لاعب ثم لعب الكره بطبيعه الحال الى اللاعب صالح جمعه. نلحظ هنا يحاول تذهب الكره باتجاه المدافع الذي يحاول لعب الكره باتجاه حارس المرمى. صحيح. تتم عرقله اللاعب المدافع ومنعه من القدرة على لعب تمرير الكرة باتجاه حارسه، نلحظ كرة بقدم المدافع وهنا طبعا النكاز، هنا نلحظ كيف القدم اليسرى ذهبت باتجاه القدم اليمنى التي تحاول صحيح. تمرير الكرة باتجاه حارسه، وهدف غير صحيح للأهلي. هدف غير صحيح. طيب، كانت لقطة هدف النجم الساحلي
اللي طلع فيها هشام محمد الكوره اوت علشان علي معلول تعرض لهذا الضرب المبرح من بنجوره مسار تعليقات كتيره خاصه ما يتعلق بالاخلاق والروح الرياضيه. نشوف الاول وائل جمعه وحاتم الطرابلسي علقوا على واقعه الروح الرياضيه دي ازاي. الضغط المبالغ فيه والكل يهاجم بمعنى يراد استرجاع الكره من مناطق الاهلي المصري، يضغط عندما تكون الكره متاحه ثم يتاخر معنى. وهذا الهدف في اصابه معلول اوكي هو لابد ان نتحدث عنها. اوكي انا نتحدث عنها حاتم، لا يمكن ان نفوت هذه اللقطه. هو القانون لا يمنع، لكن هناك الروح الرياضيه. وائل حاتم يعني على الهدف اتحدث. طبعا اللقطه ما فيهاش روح رياضيه ابدا يا مهند، وتسببت في هدف وتيجي من لاعب دولي في المنتخب التونسي يعني اكيد، واللي كان واقع لاعب تونسي يعني. ولكن انا الوم على اللعيبه بتاعتنا في اللقطه دي يا مهند، السذاجه الدفاعيه اللي عندها. لقطه زي كده انا عايز اطلع الكوره بره احطها في نص الملعب، صح، ما احطهاش عند الكورنر وافترض حسن النيه. فيعني سذاجه كبيره جدا من هشام محمد في التعامل في لقطه زي كده، نقص خبره منه طبعا، ومفيش يعني مفيش روح رياضيه طبعا خالص موجوده في اللعبه. فيعني وفي مثل هذه المباريات وفي مثل هذه الادوار حقيقه اللي تربح بها العب يا حاتم. لا مش للدرجه دي يا مهند. هي شوف، لا من المفروض ان نجم الساحلي انه نتكلم، لا نتكلم على الهدف، نتكلم على الروح الرياضيه. لابد ان تعود الكره للاهلي المصري، يعيد الكره. من المفروض ان يضع الكره في خط المرمى وتذهب الى، لكن كذلك انه لعبت الكره واللاعب قرر ان يلعب الكره. انا لا استطيع ان الوم اللاعب، احنا تكلمنا الروح الرياضيه لابد ان تكون الروح الرياضيه. طيب انا الومش اللاعب يا حاتم، انا الومش اللاعب يعني انا الوم كمان على علي معلول، هو اللي مضروب والكره طلعت بره اوت للنجم. هو المفروض يطلب من لعيبه النجم الساحلي ان لنعود الى الكره للاهلي. يا انا متفق لقطه الهدف، كم اللاعب من نجم الساحلي في خطا، طبعا في خطا دفاعي موجود من اللاعبين يعني. لكن انا نستغل الفرصه، انا اتكلم، احنا تكلمنا عن الروح الرياضيه من المفروض، انا خلينا نتكلم كانها فرصه، بمعنى كانها فرصه من الروح الرياضيه المفروض ان يخرج الكره لاعب نجم الساحلي. كانها فرصه، هو روح رياضيه لكن هي مشكله انه هدف، لكن هي انا لا اعتبرها فرصة. فرصه، انا لا اعتبرها، هذه فرصه، لا اعتبرها فرصه النجم الساحلي. هذا تعتبرها كهديه يعني؟ لا، هذا نتكلم على الدفاع يا اخي، خد 6 لاعبين انا 3 لاعبين. هو حاتم عايز يتجاوز نقطة الروح الرياضية ويقول ان ده خطأ دفاعي موجود عند اللاعبين. لكن انا احنا اوكي الروح الرياضية، لم يكن هناك موجود روح رياضية في هذه. انا قلت اتفهمنا انه لابد ان يخرج الكرة، لكن لم يخرجها اللاعب الكرة، لاعب الكرة. خلينا نعود الى الخطأ الدفاعي. يعني هنا في اللقطه دي لازم، هنا مش علي معلول ما يضغطش، لازم يطلب الكوره، لازم يطلب الكوره، فاهم؟ يطلب الكوره، انا مطلع لك الكوره. حاتم حاب يساعدك يا ولد، مش عارف حاتم بين نارين، بين الحقيقه والروح الرياضيه وبين فريق بلادك. اللي حصل من لاعب النجم في عرف الكوره والرياضه والاخلاق عار، وحاتم الطرابلسي كان نجم كورة كبير واحترف ولاعب دولي كبير، كان حاسس بالخجل من زميل، من مواطنه التونسي اللي عمل كده، ولذلك حتى مذيع الاستوديو حاول يعديها. وائل جمعة وقف عندها كتير، لا استناني، لانه يا جماعة استسهال الامور الاخلاقية بهذا الشكل غلط. لعيب، هو انت هتوصلني لمرحلة ان انا شايف زميلي بيفرفض في الارض وما طلعش الكرة اوت؟ لعيب تم الاعتداء عليه بهذا الشكل، انا اعمل ايه؟ المفترض القانون يلزم الحكم ان هو يوقف اللعب لما يشوف لاعب في خطر، لاعب ممكن يحصل له اي لا قدر الله كارثه. زميله لما يطلع الكوره اوت طلب لايقاف اللعب لاسعاف لاعب مصاب، ممكن اللاعب ده يكون من هنا او من هنا. وبالمناسبه انا شخصيا كان بيستفزني كتير جدا لقطات للاعيبه في النادي الاهلي، لعيب منافس على الارض ومحدش يطلع الكوره. المساله وممكن يكون حصلت قبل كده في مباراه للاهلي والزمالك، ده غلط. ما يتعلق بالروح الرياضيه واللعب النظيف والفير بلاي يجب ادانته على كل المستويات، لانه ممكن لاعب لا قدر الله يحصل له حاجه خطره جدا. انقاذه واسعافه في لحظه سريعه اهم بكتير جدا من هدف او ماتش او بطوله او اي حاجه. روح لاعب او سلامه لاعب في الملعب دي مساله اساسيه، فالفيفا دايما وابدا بيتشدد في المعايير الاخلاقيه لمثل هذه المواقف. مش هيضيرك شيء انك تديني رميه التماس تاني، ما هياش مصدر خطوره. الناس تتكلم ان هشام محمد قله خبرته خلته يطلع الكره قريب، كان ممكن يرميها في اقصى الملعب. اه ممكن ده يحصل، بس هو كان تفكيره
يشوف علي معلول اللي صرخ جامد لما اتخبط. هو لما صرخ جامد الحكم في ايه؟ ما هو الحكم خلاص الحكم. طيب والحكم لما شاف اللعيب واقع ما راحش يوقف اللعب بصرف النظر بقى انه ما حسبش فاول ولا لا؟ انت بتتكلم في الثانيه يعني، هو اول ما الكوره جت عند هشام بعد ده على طول راح مطلعها هشام. كويس. ما يجريش على اللاعب اللي واقع ليه، شافه وكان من الاول يطرده. خلاص ما طردش. شاف ان لعيب واقع وزميله طلع كره اوت، ما راحش للاعب ليه؟ لاني لاعب علي معلول. ما هو راح وهو بيتعالج يا سيدي. كويس. لما راح وهو بيتعالج وشاف ان اللعيب طلع كره عشان زميله يتعالج يعمل ايه؟ لا قانونا بقى. الحكم ما يقدرش يقول للاعب النجم ادي الكره للاهلي قانونا. لا ده يقدر يعمل اكتر من كده، يعمل اسقاط. بس اسقاط بس في النهايه اللعب وقف يا سيدي. هو الحكم بيغطي على خطا بخطا الحكم أدوه. عمل مصيبه انه ما طردش، لكن ما حسبش الفاول وما حسبش الفاول. لكن اصلا في الناحيه القانونيه ما هو مش الحكم ما يقدرش يقول هو مش عايز يحسب الفاول عشان ما يطردش يا ابراهيم. النيه من الاول الحكم مش صح. القرارات كلها مش صح. البعض يقول طب ما هو ممكن لاعب عايز يستهلك وقت ويضيع وقت يطلع الكرة قوي. ايوه اوكي، اطلاق الموضوع ده مش السياق بتاع اللعب ايه بقى؟ ما هو ده الفرق. هل انا بضيع وقت عايز النتيجه هو مش طرد فبدعي الاصابه إيه ولا عندي لاعب اصيب بالفعل؟ هو يعني السياق هو اللي جاوب نفسه. هو في روعه في المباراه، المود بتاعه، الاتيتيود بتاعه، المزاج بتاعه بيقول لعيبه الاهلي هتضيع وقت، بدليل انه طرد ند انذار لاحمد فتحي وبيرمي قوي. يا باشمهندس النتيجه 0-0 يا حبيبي. خلاص انا النتيجه 0-0 يعني. أنا بكلمك في سياق الصفارة توجهها إيه؟ هو إدى إنذار ليه لأحمد فتحي؟ بص أنا يعني مبدئياً تدخل الحكم في اللعبة دي كان ممكن لو في جزء من وقت يطلب علاج اللاعب ويطلب إيقاف اللعب، لكن ما يقدرش من الناحية القانونية يلزم لاعب النجم يدي الأوت للاعب الأهلي، ما يقدرش يلزمه. ماشي. ده تصرف أخلاقي، ده تصرف المفروض يجي من النجم، من لاعب النجم الساحلي هو اللي المفترض يعيد الكوره. ما جاش ما يقدرش حكم يمنعه، ما يقدرش يعني. ارجو يا اخي انا مش بتكلم الحكم يمنع ولا ما يمنعش. في مصيبه عملها بسبب عدم صفارته الاولانيه. الله. الاولانيه والثانيه وكان علي معلول استنى في الملعب بقى شويه، كان هديله انذار. ايه رايك بقى؟ لانه ادى انذار لاحمد فتحي بعد كده. الصفاره مش صح، احنا مش مختلفين. خلاص انت مركز على السلوك الرياضي وانا مركز على السفاره تديني حقي بس. الكره دي لمت كل الموبقات في هذه المباراه وانتهت بهدف. وانتهت ما بقول لك يعني لمت كل وكوفي اللي ما عندوش روح رياضيه، وكوفي الحكم اللي تعمد انه ما يديكش حق زي ما التكييف بيكافئنا النهارده. طيب عموما ما علينا، المفترض انه كل الدرس اللي خارج من هذه المباراه على لاعبينا وعلى اعلامنا وعلى حكامنا التشدد في مراعاه الروح الرياضيه والفير بلاي في مثل هذه الوقائع. شد حيلك يا بلد. يا رب. ده الاهم. نفس المعيار. احنا مستسهلين قوي فكره ان احنا فايزين وابتدى يتكلموا على هنفوز بكام جول وعايزين نكسب بفارق اهداف مريح. عشان لو احتكمنا الى او اضطرت لنا ظروف الى هذا الكلام انا ماليش دعوه. لازم انسى مباراه الغانا واوغندا واكون حساباتي على الأسوأ. اوغندا هتكسب غانا، خلاص احسبها على كده، وان المنافس بتاعي مش غانا، اوغندا هيفضل. لو انا كسبت انا كمان هيظل الفارق بيني وبينه من نقطتين. ايوه. طيب لو انا بقى ما كسبتش وتعادلت دخلت في مشكله ومصيبه، لان هم هيلعبوا اخر ماتش مين؟ الكونغو. مش كده؟ أيوه. ممكن يعملوا عليهم سكور واخرج انا بره. انت يا جماعه انت اذا لم افز في هذه المباراه ما تعودش تعملي من فضلكم بلاش الحسابات الكتير. انا ده اللي بيخليني اتوغش، عشان كده بقول لك لما بطمئن. احنا بنتكلم على التاهل من مصر، ده وارد ان بس شرطه الاول ان انا اكسب. اذا ما كسبتش مش هتاهل من مصر. اتاهل ازاي من مصر؟ يبقى انت مفترض ان اوغندا تتعادل. طب لو انا اتعادلوا وانا اتعادلت راي عندي مشكله. غانا وهم عندهم فرصه تانية. انا لو اتعادلت في غانا وهم كسبوا سكور كبير يخشوا. يا ابراهيم لازم افوز، انا لازم افوز.
ادي المعيار. بصوا الاساس فعلا في الموضوع ان احنا نكسب الكونغو ان شاء الله تعالى. ده الهدف الاساسي او ده ربط وهو الكلام. وهو مش سهل. اوعى تفتكر انه سهل. مفيش مباراه سهله. الكونغو واوغندا اتعادلوا مع غانا هناك. الحاجه الوحيده المؤكده ان الكونغو بره اللعبه. يعني الفرقه الوحيده اللي ما لهاش اي حظوظ في التاهل هي اللي خرجت من السبب وهي بتلعب بقى اعصاب مرتاحه فعندها هدوء اعصاب شرفيه بالظبط. لكن اوغندا عندها فرصه قويه، غانا عندها فرصه، يمكن فرصتنا احنا هي الاقوى والافضل في حاجتين. رقم واحد احنا هنلعب تاني يوم لمباراه غانا واوغندا فهنلعب في ضوء هذه النتيجه. لو غانا قبلنا بيوم كسبت او اتعادلت يبقى باذن الله تعالى نكسب نروح كاس العالم. لا تروح كاس العالم. اصبر علي. اتفضل. لو تعادلت مع الكونغو لا. ما انا بقول لك نكسب نروح كاس العالم. ايوه. بس. ما هو عشان كده انا بتكلم في ايه؟ مصيرنا في ايدنا. اكسب الكونغو. اي نتيجه تخدمك بعد كده اهلا وسهلا. قبل كده قصدك. هم هيلعبوا قبل انا بتكلم بعد كده مش ضروري يا ابراهيم في يعني بكلمك فيما بعد يعني بخلاف يعني بعد كده يعني بخلاف ان احنا نكسب اوغندا بقت نكسب الكونغو مصيرنا مش في ايدنا. طيب احنا عندنا 9 نقاط اوغندا عندها 7 وغانا عندها 5 والكونغو عندها نقطة واحدة. مباريات هذه الجولة يوم السبت 7 اكتوبر اوغندا وغانا الساعة 3. على فكرة دي مباراة هتترقبها الجماهير المصرية زيها زي جماهير أوغندا وجماهير غانا. مباراة حاسمة. يوم السبت الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة أوغندا وغانا. اليوم الثاني بقى يوم الأحد الساعة 7 مساء في استاد الجيش في برج العرب مصر والكونغو. الجولة الأخيرة هتكون يوم الاثنين 6 نوفمبر في توقيت واحد غانا ومصر الساعة 4 في كوماسي والكونغو وأوغندا أيضا الساعة 4 في برازافيل. أنا من التشكيل بتاع أوغندا وغانا بتاع غانا حاضر أقول لك الدنيا ماشية إزاي، لأن لو المحترفين الكبار بتوعهم ما جوش. غانا عندها أمل يا باشمهندس، أملها الحقيقي إنها تكسب. هي تكسب وتنتظر إن الكونغو تعكنن عليك أنت. ايوه بس يبقى هي لو كسبت هتلعب مع يعني هتستناك انت بقى املها الوحيد انك انت ما تكسبش وهم يكسبوك هيكتور كوبر بقى ضم 3 لعيبه جداد للمعسكر المنتخب اللي بدا، مؤمن زكريا ومحمد فتحي لاعب الاسماعيلي وحسام حسن لاعب سموحه لتعويض بعض الغيابات الطارئه. عشان كده بقت قائمة المنتخب اللي موجودة في المعسكر دلوقتي شريف إكرامي وحسام عاشور وصالح جمعة ورامي ربيعة وسعد سمير من الأهلي إضافة إلى أحمد فتحي بعد استبعاد عبد الله السعيد وكهربا، أحمد الشناوي وطارق حامد وعلي جبر من الزمالك و 14 لاعب محترف، عصام الحضري ومصطفى فتحي من التعاون السعودي ومحمد عبد الشافي لاعب الاهلي السعودي واحمد حجازي من ويست بروميتش الانجليزي ومحمد النني لاعب الارسنال ومحمد صلاح نجم ليفربول وعمر جابر لاعب بازل السويسري واحمد كوكا لاعب سبورتنج براغا البرتغالي، كريم حافظ لاعب لانس الفرنسي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي ورمضان صبحي نجم ستوك سيتي وسام مرسي لاعب ويجن الانجليزي واحمد المحمدي لاعب استون فيلا وعمر جمال لاعب بيتفيست الجنوب افريقي. 14 لاعب محترف. وكم محلي؟ 9 10 لعيبه اضيف واحد دلوقتي بقوا 11 يعني 25 لعيب. يعني في لعيبه لسه هتخرج. جايين بمعنويات كويسه، لاول مره في تاريخ المنتخب الوطني يبقى عدد المحترفين في الخارج ازيد من عدد المحليين. لانه 14 لاعب محترف دفعه واحده جايين بمعنويات كويسه. هنقول لكم جايين بايه بالظبط، اخر مباراه لكل واحد فيهم قبل ما يركب الطياره ويجي على القاهره. محمد صلاح مع ليفربول اتعادل مع نيوكاسل 1-1. يعني دي نتيجه كويسه؟
النني مع الارسنال يعني كان نفسي ان ليفربول يكون كسبان يعني بس هو محمد صلاح عامل حاله كويسه مع ليفربول بصراحه يعني اتفضل. والنني مع الارسنال طبعا مكسب مهم، فاز على برايتون 2-0. هو بقى احمد حجازي شارك في تعادل ويست بروميتش البيون مع واتفورد 2-2. ابتدى بدايه قويه جدا، بعد كده ما سمعناش ويست بروميتش عامل ايه في الدوري الانجليزي يعني مع نجمنا الكبير. لكن ستوك سيتي في غياب رمضان فاز على ساوثهامبتون 2-1 في غياب رمضان صبحي. رمضان صبحي، طب ما هو مش ده روح معنويه كويسه ولا حاجه، ده ما لعبش بس فرقته كسبت. المحمدي بقى افضل لاعب، وهيظل المحمدي وعلامه الاستفهام المستمره لاعب يتم التمسك به في الدوري الانجليزي ومستمر ودايما بيحقق مستويات مع فرقته وما يشاركش معه، واخد افضل لاعب في مباراه استون فيلا وبولتون. استون فيلا كسب 2-1 وهو ده فرقته الجديده يعني. سام مرسي برضه لاعب غامض الناس بتشكر فيه قوي بس مش عارفين نشوفه كويس يعني. ويجن كسب وولسال 2-0 في على ويجن اتلتيك على ويلسال. ويلسال ده ايه بقى؟ في الدوري الدرجه الثانيه. ده في دوري الدرجه الثانيه. عصام الحضري ومصطفى فتحي مع التعاون السعودي خسروا الاثنين من اتحاد جده اللي بيلعب له كهربا 2-1، يعني كهربا كسب الحضري ومصطفى فتحي 2-1. اعتقد انه سجل في المباراه دي. كهربا يسجل في الحضري. طب في انباء انه متعور كهربا، عشان كده ما هو تم استبعاده هو عبد الله السعيد لعيب مهم. عبد الشافي غاب عن مباراه اهلي جده اللي انتهت بفوز الاهلي على الرائد السعودي 5-3. قاسم باشا التركي خسر من اوسمانلي سبور 3-0 بمشاركه تريزيجيه. وعمر جابر عثمانلي يعني 3-0 دي نتيجه كبيره. عمر جابر غاب عن مباراة بازل اللي تعادل فيها مع جراس هوبرز. وعمرو جمال شارك في مباراة بيدفست اللي خسرها من بلوفونتين سيلتيك الجنوب افريقي 1-0. كريم حافظ شارك في فوز لانس الفرنسي على اجاكسيو 2-0. وكوكا غاب عن اكتساح براجا 6-0. في الدوري المستغرب وما لعبش كوكا. يا خبر ابيض. المهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره بيولي المنتخب في هذه المهمه اهتمام كبير جدا، وله تصريح مهم انه مصر كلها محتاجه تفرح، عشان كده تركيز الاتحاد حتى المباراه وفرص التاهل جايه في توقيت مفصلي قوي لهاني ابو ريده ومجلس اداره الاتحاد يا باشمهندس، ما بين المطالبه بضروره اجراء الانتخابات وما بين تمسك مجلس الاداره باستمرار فترته استنادا على لائحته الدوليه المعتمده من الفيفا، وتمسك اعضاء في مجلس الاداره بضروره اكمال المده، وانتظار وزير الشباب والرياضه لفتوى من لجنه الفتوى والتشريع في مجلس الدوله عشان يشوفوا هتعمل ايه في الحاله دي. الدنيا هيصه. يعني الاهلي يخوض واحنا على مشارف انتخابات. اتحاد الكره يخوض في غمار مشاكل وتهديد بالحل وعلى مشارف انتخابات مبكرة. يعني ولذلك يعني حسنا فعل الأهلي بيدي الدعم للكورة بيفصله عن الأحداث، واتحاد الكورة بيدعم الجهاز الفني بيفصله عن الأحداث لأن ملهاش حل تاني، وتظل الكورة ملك الناس. الكورة ملك الناس مش ملك اللي بيديروها. فده معنى جيد الادارتين بيدوه، ومفيش غيرهم يقدر يدي هذا المثل. اهلي بتاريخه وثوابته وتتالي فلسفته ومنطق الادارات بتاعته بين فصل الكوره عن الاحداث. اتحاد الكوره يعي تماما ان مصر محتاجه فرحه، ودي حقيقي على فكره. مصر محتاجه فرحه من الاهلي ومن المنتخب، ويا رب الاثنين يوصلونا لهذه الفرحه يا رب. لكن ثروت سليم ده اللي كنت بقوله، يعني هو بيشير ان احتماليه
مساندة الأهلي أنه يحصل على 60,000 تذكرة، في حين اتحاد الكورة طلب 50,000 بس المنتخب، لذلك مش عارف. مهندس عامر حسين بيأكد على بس بيقول لك طرح التذاكر يوم الأربعاء والخميس في منافذ الإسكندرية، لكن منافذ القاهرة تم الطرح ليها من النهاردة. الخبر ده صح كده أحسن، أنا متلخبط. إيه بيقول لك طرح 50,000 والأمن سمح بحضور 60,000، طب ال 10,000 دول إيه؟ دعوات. دعوات معقولة؟ آه 10,000 تذكرة دعوة؟ آه. إزاي يا إبراهيم؟ الهيئات والمدارس، بص وزارة الشباب والرياضة بتاخد دعوات لمراكز الشباب لدعم حضور الشباب للمباراة. 10,000 تذكرة؟ آه. أهلا وسهلا. طيب. طيب مصر محتاجة الفرحة، والجمهور كله اللي رايح استاد برج العرب إن شاء الله تعالى في هذه المباراة، يا رب يا رب تكون نتيجة غانا وأوغندا قبلينا محفزة لينا إن احنا نحسم المسألة قبل مباراة الجولة الأخيرة. يبقى بس عشان أنا أفك هذا اللبس من تصريح الكابتن ثروت سي ويلم بالنسبة لموافقة الأمن للأهلي، إن هو طلب 60,000، ها؟ الأمن وافق على 60,000 للمنتخب، فقد يوافق للأهلي أيضا على هذا الطلب بإذن الله تعالى. 60,000 مصري، 60,000 متحمس، 60,000 واحد رايح بإذن الله برج العرب بهدف دعم المنتخب، مساندة مصر عشان تتحقق الفرحة الكبيرة. يا رب. إن شاء الله يا رب زي يا ما رب. بدأنا الحلقة. لا استنى بس لحظة واحدة. آه يا رب الأهلي في كأس العالم للأندية، ومصر في كأس العالم في روسيا للمنتخبات، عشان نبقى فعلا هو ده الموسم البلاتيني بقى لمصر بإذن الله. بإذن الله تعالى، وكما بدأنا الحلقة بهذه الفرحة المصرية الكبيرة بنجاح القيادة المصرية في تحقيق المصالحة الفلسطينية الوطنية التاريخية اللي أحدثت هذه اللحمة في فلسطين، بننهيها بكل الدعوات للمنتخب الوطني بإذن الله تعالى في شهر العبور ليعبر للمونديال. دي كانت نهاية حلقتنا، وهتستمتعوا بعدين بالنشرة الرياضية وما فيها من آخر الأخبار مع الزميل العزيز محمد فاروق سعد. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله. صباح الخير. أحسنت يا مولانا. شكرا.